حتنين. بدينا نحكي عن المرة السابقة، خلينا نقول هيك، المرة السابقة احنا انهينا في الجمل الإخبارية، حكينا عن الجمل الإخبارية وقلنا انه في بعد نوعين من انواع، ايش نسميها، انواع الجمل، لانها هي مش نوع جملة انما هي نوع وظيفة تبع الجملة. في بعد وظيفتين تبع الجمل. واضح لي على الأقل من خلال الحديث القصير اللي تم ما قبل بدء الكاميرا، إن كنتوا في المدارس في إشي معطينه كياته، لكن أنا بعرفش حقيقة إيش أنتوا ماخذين في المدرسة وكداش، هو دقيق أنتوا ماخذين في المدرسة وكداش بتبعتي بتقول إنه تاخذوه في المدرسة عارة هو مش دقيق إنما يقارب الخطأ. للأسف الشديد، بغض النظر، يعني مش إنه على الأقل من خلال الأسئلة اللي أنا سألتها عن إيش الجمل الإخبارية، إيش الجمل الإخبارية وأي نوع من الجمل الإخبارية، هل هاي جملة إخبارية ولا هي جملة غير إخبارية. بدءاً وقبل ما أنا أروح قبل ما أروح أنا لنوعين الوظائف المتبقية واللي في اشي انكار عنها بطبيعة الحال، وراح اقول بس فقط شوي بسياق الحديث عن فيتغنشتاين. انا حكيت المرة السابقة يمكن شو صغيري عن فيتغنشتاين المبكر، اليوم بدي احكي لكم شو صغيري عن فيتغنشتاين المتأخر بسياق الحديث تبعنا عن اللغة، وبسياق الفصل او تمييز ما بين انواع وظائف اللغة المختلفة. النوعين المتبقيات، واحد اللي هي وظيفة تعبيرية والوظيفة الأخرى هي وظيفة توجيهية. هذا التصنيف جاي أساساً من شان في نهاية المطاف نقول نحن بنستعمل فقط الجمل الإخبارية بما هي إخبارية من حيث كونها إخبارية، وحكينا على إيش يعني الإخبار المرة السابقة. لكن الإشكال هو حقيقة بالتمييز أي جملة حقيقة إخبارية أو أي جملة مش إخبارية. فواضح لي إنه في عندكم معيار، المعيار هو إنه هل بنقدر نحكم على الجملة ولا بنقدرش نحكم على الجملة، هل بنقدر نقول الجملة صحيحة ولا بنقدرش نقول الجملة صحيحة، يعني هل بإمكاننا إنه نوقف الجملة في الاختبار في من ناحية صوابها. فبصير السؤال منيح، أوكي هذا هو المعيار، ولكن أي جمل اللي حقيقة بتوقف في الاختبار وأي جمل ما بتوقفش في الاختبار رغم إنه الجملة بتبين كأنها جملة إخبارية؟ هذا هو السؤال، تمام؟ وإذا بدكم حول الجمل الإخبارية، إحنا يمكن أضبط إنه نميزها عن الجمل البديهية أكثر من تمييزنا للجمل، تمييزها عن الجمل التعبيرية أو الجمل التوجيهية، لأن الجمل التعبيرية كأنه في معظمها واضحة المعالم، كل جملة اعتقادية، كل جملة اللي فيها موقف أخلاقي، كل جملة اللي فيها موقف إيماني هي جملة تعبيرية. وإن قلنا في هاي الحالة كمان اعتمادا بطبيعة الحال على فيتغنشتاين المبكر، وإن قلنا إنه بطلع إنه كل الأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنسانية هي مش علم، تمام، هي مش جمل إخبارية. يعني اللي جاي منكم العلوم الاجتماعية لازم يكون فاهم إنه العلوم الاجتماعية إذا بدنا نأخذ فيتغنشتاين بعين الاعتبار بتكونش علوم، بتكون أبحاث اجتماعية لا أكثر ولا أقل، لأنها في نهاية المطاف هي أبحاث اللي هي غير قابلة لمجرد إمكانية فحص الصدق تبعها. بطبيعة الحال ممكن يكون في داخل 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 البحث الاجتماعي ممكن يكون في جمل تتضمن جمل اللي هي إخبارية، مثل أنا أقول في خمس أحزاب نفرض في مدينة كذا وكذا، هذا بنفحص، ولكن المجال بحد ذاته أو النظريات في العلوم الاجتماعية هي مش نظريات اللي إحنا بنقدر نحكي عنها بالمعنى الإخباري تبع الكلمة. ومن
بحيث كونها كذلك احنا ما بنقدر نعتبرها علم وما بنقدر نقوم في عملية فحص لصوابها. نوع آخر من أنواع الجمل التعبيرية هو كل أدب بكل ما بكل أنواعه. أدب هو تعبيري، ولكن من الممكن نلاقي إحنا أدب مثل إذا نأخذ إحنا الشعر، هذا من صنفه ضمن الجمل التوجيهية، ضمن الوظائف آسف التوجيهية. ليش؟ لأنه ممكن يكون في شاعر لو شاعر نفض عنده مقدرات في عملية الشعر، وهو ممكن يسيرنا في محل من المحلات بغض النظر إسا لوين هو بده يوجه السلوكيات تبعتنا. هل بده يوجه السلوكيات تبعتنا لننزع الشوارع، ولا بده يوجه السلوكيات تبعتنا إنه إحنا نسلك بأخلاقية معينة؟ لأنه قمن المعلم وقف إيش قمن المعلم وفي الترجمة. نعم هاي جملة توجيهية، تمام؟ واللي هي جاي من هذاك المحل. فبالتالي أنواع الوظائف التوجيهية بتختلط كتير مرات مع أنواع الوظائف التعبيرية. ممكن تكون تعبيرية وتوجيهية في ذات العام. هذا كلياته صحيح إذا إحنا حقيقة بدنا نقوم في عملية تقسيم لأنواع الوظائف، تقسيم اللي هو حاد. ولكن بالرغم من هذا إحنا ممكن نأخذ جمل اللي هي لا تقع لا ضمن، وهذا بحكي عنها فيتجنشتاين متأخر في أبحاث فلسفية، جمل اللي مثل لما واحد بروح يتجوز نفرض في الكنيسة وبقول له الخور يعيد من وراي، فهو بيكون قاعد بعيد من وراء انه انا راح احبها للابد وراح اضلني معها للابد وراح بعرفش ايش اكون لها. هذا هو بعيد من وراء الخوري. ولكن هذه الجملة لا تقع لا ضمن توجيه ولا ضمن تعبير ولا ضمن اخبار، تمام؟ فبالتالي هناك الإشكالية، يعني ليش فيتجنشتاين غير رأيه بالآخر عن الأشياء اللي كان يحكيها بالأول؟ لأنه شاف إنه في أنواع من الجمل اللي هي مش تماما إخبارية ومش تماما توجيهية ومش تعبيرية، جمل تانية. وفي كثير أنواع من هون صار في ميل الحديث متأخر شو صغيرين، هون صار في ميل الحديث عما يسمى اللغة كسلوك. بدينا نقدر نتعامل مع اللغة كسلوك وبالضبط كيف احنا بالضبط كيف اي سلوك احنا بنقوم فيه اللغة بحد ذاتها هي سلوك. واذا هي سلوك بالتالي هي بتطلع من كل التصنيفات اللي احنا سبق وعملنا لها تصنيف. كيف انا سلوك؟ لكن حقيقة هذا ما في حاجة نفوت عليه، لانه هذا بيكون في خارج تماما السياق تبعنا. من ناحية تانية اكثر هنادة راح تشتغل معاكم في هالمحل في عمق، ولكن هو خارج السياق تبعي انا من حيث الحديث تبعي عن المنطق. تعالوا فقط لنحكي عن بعض الموضوعات اللي متعلقة بالجمل الإخبارية وتمييزها عن الجمل الثانية، واللي هي تنسمع الوهلة انها هي جمل إخبارية ولكن حقيقة هي من جمل إخبارية، مثل الجملة اللي انا حكيتها قبل شوي، الكرة الأرضية تدور حول نفسها حول الشمس وفق قانون. هاي الجملة إخبارية كأنها، بس هاي الجملة إحنا نغش فحصها، إحنا نغش فحصها. الحق الكرة الأرضية بدور وفق قانون وفق إيش تعني؟ هل حقا في قانون ولا القانون هو افتراض إنساني؟ وجود القانون كمتحكم في حركة الطبيعة هو افتراض، ولا احنا بنضلش نفحصه؟ لا بس هم فحصوه. فحصوه ايش؟ يعني مع التجارب على مدار السنين فحصوه ايش؟ شوف هذا السنين هل بتدور حول نفسها؟ لا فيه بتدور حول نفسها، بس هل بتدور حول نفسها حول الشمس وفق قانون؟ شو يعني وفق قانون؟ ما طلعوش القوانين اللي طلعوها هلا. احنا بدنا نميز ما بين انه احنا بنقدر نحسب حركة كرة الأرضية حول نفسها حول الشمس وانحرافاتها وابتعادها واقترابها ضمن معادلات، وما بين نقول إنه في
حركة في قانون يتحكم بحركة الكرة الأرضية حول نفسها حول الشمس. هذول شغلتين مختلفتين. وجود قانون هو افتراض. بالضبط كيف كيف نفرض ابن خلدون في المقدمة تبعته بيحكي عن قانون حركة التاريخ السياسي، نشوء الدول مدن وهبوطها بهذا الشكل، هذا افتراض اللي ما في إثبات على وجود قانون مثل هذا القانون. أو إذا إحنا بنحكي على حركة التاريخ، تاريخ العلاقات الاقتصادية عند ماركس في البنية التحتية، هذا افتراض إنه في حتمية وقانون يتحكم بالحركة الداخلية. يعني ماركس بيحكي عن حركة داخلية تتحكم في 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 العلاقات الداخلية في البنية التحتية، هذا افتراض. تمام، فبالتالي وين في افتراض احنا بنقدرش، واللي لا يمكن فحصه هاي مش اخباريه، هاي بطلت اخباريه، بس ما خصش الاشي البديهي عشان احنا no, احنا مش حاكيين عن البديهي، احنا بنحكي عن واحد واحد. تمام، فبالتالي لما انا باجي بقول انه في قانون يتحكم، بنسمع على اول وهله انه هنا في قانون، انه هنا في جمله اخباريه، ولكن وين انا بقدرش افحص، يعني وين انا بقدرش اقول اذا الجمله صادقه ولا كاذبه، بالتالي بتخرج من كل عمليه الاخبار بهذا المعنى. نعم، مش بحس اللي فاتت كنا بدي تعلي صوتك. الحصه اللي فاتت كنا بنحكي عن انه حواسنا مضلله والعقل مضلل، وبالتالي احنا مش بامكاننا نحصل على الحقيقه الكامله اللي بناء على مصافنا في انه هذا اخباري ولا غير اخباري، صح؟ يعني احنا بحواسنا ما قدرنا نوصل للقانون اللي بيتحكم، هل في وجود قانون فعلا بيتحكم بحركة الكواكب ولا لا. كمان احنا حكينا اتفقنا المرة اللي فاتت انه انا كمان بحواسي مش قادر اعرف اذا هالطاولة مسطحة ولا لا، فبالتالي حكي انه الاكن الطاولة مسطحة صفة مش اخبار. انا موافق معك، انا موافق معك 100%، ولكن الحديث تبعنا اليوم هو مبني على افتراضات 16 على الاقل، ممكن اسمي لكم اياهن، وبعد ما افترضناها بنبلش نحكي. يعني انا بقول في طاوله مالسه، انا صرت مفرض انه في كون، وصرت مفرض انه انا موجود، صرت مفرض انه الحواس تبعتي شغاله، وصرت مفرض كثير شغلات. بعد هاي الافتراضات انا بقول في طاوله مالسه، فبالتالي احنا كانه انا هناك كان لازم نكون واعيين انه احنا بنقول طاوله مالسه، احنا بنكون صرنا حاطين افتراضات ما لها من الافتراضات. تمام، اوكي، تعالي حطيناهن. اذا تعالوا نشوف بعد ما حطيناهن الجمل الاخباريه والتعبيريه، لانه ما كانش ممكن نقدر نحكي على جمل اخباريه او تعبيريه او توجيهيه بدون الافتراضات كلياتها هاي. فبدنا احنا افترضناها، واذا بنقول حتى نشوف اي بعد هذا الافتراض اي جمله ممكن تكون جمله اخباريه. وين في افتراض أو فيش إمكانية فحص، هاي مش إخباري. يعني أنت بتبني الافتراض على افتراض أنت مفترضه. أنا ببني الافتراض على افتراض. طبعاً أنتوا عايشين في افتراضات، بدكم بتكوش. إسا أنتوا هذا مريح لكم، مش مريح لكم، هاي خرافية تانية. تمام؟ هل هذا بيغير في حياتكم ولا بغيرش في حياتكم؟ هذا خرافية تالتة. ولكن ما فيش اي اثبات عند انسان اي إن كان انه حقا موجود، وانه في كون، وانه هاي طاوله، وانه اللي بوصفه هو صحيح. يعني مجرد امكانيه الفحص اذا بدنا نروح لهناك هي غير قائمه. يعني تعيش مالسي ولا مش مالسي، موجوده ولا مش موجوده، بقول خمس بني ادمين. هذا مبني على افتراضات اساسيه اوليه. فبالتالي بهذا المستوى من الحديث فيش امكانيه حديث لا عن جمله اخباريه ولا عن الجرع. ولكن نفرض انه نعم احنا موجودين في كون، نفهم على بعض، وهي كمان خرافيه، ونفهم على بعض وبدنا نفحص بعد كل الافتراضات هاي هل حقا ولا لا. بالتالي جمله مثل انه في حركة في قانون يتحكم في الالكترونات اللي بتدور حول النواة داخل خلية، مش اخباري. مش اخباري،
تمام؟ إذا بدك في نقاش في قانون ولا إنه العلاقات ما بين الإلكترونات مع 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 النواة هي اللي بتحدد في الحركة ولا تمام؟ أوكي. فبتعرف هاي مش إخبارية، هاي مش إخبارية. أو مثال اللي هو حقيقة مش لإلي وفيتغنشتاين بيعطيه، أنا بجي بقول هاي إيدي. مش إخبارية، بديها. بالنسبة لك بديها. لا مش بالنسبة لي بديها. بالنسبة لي بديها. هاي بديها. بالنسبة لولد صغير يعني. بالنسبة لمين؟ ولد صغير بيبي. مش بديها. ولد صغير بيبي بعرفه بعرفه بعرفش إيش معنات هاي إيدي وهاي إجري. يعني إنه في أشياء بديهية بالنسبة لك بس للنسبة لغيرك مش بديهية. يعني مش على مثال الإيد بس. لا هو. لا أنا بحكي عن هذا المثال عينية عينية عينية. البديهة هو الشيء اللي مش مطروح للتساؤل بتعريفه. بس انه انا اجي اقول لكم هاي ايدي، هذا فيش سؤال حوله، هل حقا هاي ايدي ولا هاي ايدكم؟ هون فيش سؤال الا اذا في موجود واحد في موجود في هيزيتيشن، ساعتها بنقول اه في سؤال عنده، ولكن اذا على هذا ما فيش سؤال. المقصود هو انه الجمله اللي تقع اللي يقع عليها الحكم هي جمله اللي هي في عليها سؤال هل حقا جمله صحيحه ولا لا. وين لا يقع السؤال هل حقا، بالتالي مش قابل الفحص، تفحصاش. يعني ايش بتعرف لو احكي اثنين اكبر من واحد نفس الشيء صح؟ علي صوتك. لو احكي اثنين اكبر من واحد او بحكي هاي ايدي، هذول شغلتين مختلفتين. بين اكبر واحد هذول ما هيش، هذول من اصطلاح رح نتعلمه. هذا من اصطلاح عن البديهي يعني، هذا السؤال. لا الاصطلاح مش بديهي، الاصطلاح نتعلمه، يعني نتعلم واحد زائد واحد يساوي اثنين، نتعلم انه اثنين اكبر من واحد الى اخره. هذا مش اصطلاح، كونه صار نعرفه كثير وكونه صار لإله مفهوم كثير، هذا انا ما لهاش بديهي. يعني حتى الاصطلاح مش ممكن نصنفه لبديهي ومش لا بديهي. الاصطلاح مش بديهي، الاصطلاح يقع اذا بدك ضمن الاصطلاح في سؤال صواب ولا خطا، بتحط واحد زائد واحد يساوي اثنين صواب ولا خطا ضمن الاصطلاح. فبالتالي الاصطلاح بيكون انه واحد زائد واحد يساوي اثنين هو صح، اذا بنحط ثلاثه ضمن الاصطلاح بيكون واحد زائد واحد يساوي ثلاثه خطا بهذا المعنى. اوكي. فبالتالي البديهيات من حيث كونها بديهيات هي مش معطاة للتساؤل. إذا لهنا منيح، وإذا هون لهنا فيش أسئلة، وتعالوا نأخذ مع بعض كأنه نحاول نفحص جمل، نحط جمل ونفحصها. الجمل اللي إحنا فينا شكوك حولها هي إيش؟ هي بديهة، هي إخبارية ولا هي مبينة هي إخبارية وهي مش إخبارية، أو إنها مبينة هي تعبيرية وهي حقيقة مش تعبيرية إخبارية، لأنه إحنا نفرق. إذا أنا باجي بقول إنه اسم بنتي الكبيرة عدن، هاي جملة إخبارية تقدر تفحصها، تمام؟ ولكن لما أنا باجي بقولها أنا مش جاي مشان أعطيك معلومات عن وشان تفحصها، أنا جاي مشان أستعملها التعبير عن حالة شعورية عندي إياها، إنه أنا عندي بنت وبنت كبير واسمها عدن، بحكي لك عن حالة شعورية. هاي الجملة بتضلها إخبارية رغم استعمالها وتوظيفها من أجل التعبير عن حالة شعورية. وإذا أنا بقول لك إنه اسم بنتي الكبيرة عدن وهي مريضة اليوم، أنا عمليا بستعمل جملة إخبارية من أجل توجيه السلوك تبعك، مشان أقول لك طلع أنا بنتي اليوم مريضة رجاءا روك تغلبش كتير، مش معك أنا 100%، فبالتالي أنا بقوم في عملية توجيه للسلوك تبعك. ما في حاجة حقيقة إنه إحنا نفوت على كيفية استعمال الجمل الإخبارية في عملية التوجيه تبع السلوك تبعتنا، ولكن إذا أنتوا بتفكروا في الموضوع بتشوفوا إنه في استعمالات هائلة للجمل الإخبارية في اليوم يوم تبعنا من أجل توجيه السلوكيات تبعتنا.
تجريس السلوكيات تبعتنا بكل ما تحمل من تفاصيل، لكن كمان مرة هذا مش حقيقة، مش الموضوع تبعنا. وأتأمل إنه هنادا تفوت عليه بشكل مفصل أكثر. بس تعالوا مع بعض على أقل، لأنه إحنا بدنا نشوف شو هي الجمل الإخبارية. تعالوا مع بعض، كل واحد منا يحاول يطلع جملة ونفحصها مع بعض. جملة بتخطر على بالكم نفحصها مع بعض، هل هي إخبارية ولا هي تعبيرية ولا هي، ومش كتير وقت، بس لعشر دقائق وربع ساعة مشان نقدر نروح لمحل تاني. الجو شوب مثلا، الجو شوب، الدنيا شوب، الجو حار، يعني جو حار. نو شوب ولا حار؟ يا دول جملتين مختلفتين. شوب تعبيرية. هذا شايف الجو، هذول جملتين مختلفتين مع بعض. شوب شو رايكم؟ تعبيرية شوب. مصطفى الجو شوب يعني تعبيرية، يعني واضح تعبر، لانها اصلا هي حكت انه انا شاعر حالي مشوي، إخبارية. هاي تكون تعبيرية. فش إمكانية تفحص الجو شو الجوي شوب ولا لا؟ لأنه أنت الجو شوب بلشت تقيم وعيك، واحد تاني بالنسبة له بده بس كمان شوي. حتى نحكي عن شوب. حتى لو كمان الجو حار يمكن رسم. وجو حار كمان نفس الشيء. هي تعبيرية. تعبيرية. وإذا كلنا درجة حرارة 36. إخبارية. هاي إخبارية، هاي لغة نفحصها. بس حار وشوب يتعبري. طب لحظة شوي، جو 36 درجة حرارة بنقول هاي مثلا جملة إخبارية. إخبارية. بينما جو حار هاي جملة تعبيرية، هيك تقول. بينما إنه قد يكون أنا بقصد إنه كل جو حار يعني مثلا فوق 30، وبالتالي نحن نستعمل انه حار بارد طويل قصير للتعبير عن اشياء يمكن قياسها، عشان عندك معيار. لا. لا لا لا، او في 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 مجال معين لما بقول هذا الطريق طويله او الطريق قصيره، صح انه بجوز قد تكون طويله لحدا وقصيره لحدا، طويله في سياق معين قصيره في سياق معين، ولكن قد انه المجتمع يكون عنده استنحاط انه اذا كان مثلا تقول الولد عليه حراره، نعرف احنا انه تتراوح من مثلا 38 ل 40. لا، بعد ال 40 ما نصيرش نقول عليه حراره، بنقول الولد مات الولد. فقد يكون يعني قصدي التعبير قد يتضمن هذا لما بيكون مجال. لا موافق موافق، ولكن لازم يكون موافق كيف انت حكيت مقاييس معينه. يعني لما نقول احنا صار معروف لنا، لو نقول طفل عليه حم، احنا بنعرف شو يعني عليه حم، يعني درجه الحراره تبعته فوق نفرض 37 وبعرف شو وشحطه و80 نفرض، احنا بنعرف انه فوق. اذا هو بارد احنا بنعرف انه درجه الحراره تبعته تحت درجه معينه. ولكن هذا شيء، ونقول جو حم اليوم هذا شيء ثاني. طب خلينا شوي، بنقول الطفل عليه حرارة ومعروف كل الناس، لو تسأل كل الناس انه معروف من 6 كده 37.5 مثلا لا 39. هل هاي جملة إخبارية ولا جملة تعبيرية؟ هاي إخبارية، لا تفحصها هل حقك حامي ولا لا، هل حقك درجة الحرارة تبعته هي تعمل، لأنه احنا مثلا بنقول نعمل حامي من نعطيه ميزان مشان نفحص هل حقا الحكم تبعنا انه حامي ولا لا، ومرة لا. يعني معناته لما نقول كلمة الجو حار بيكون حسب ما نقصده في معناها. اذا احنا بنكون في صار متعارف ما بيننا انه جو حار هذا معناته فوق 37 نفرض، هذا بتصير إخبارية. يعني نطلع شو أنا بقول، بس الدنيا حام تعبر عن حرق. هذا لا إله. فجمال يعني المقصود إحنا ما نطلع على ظاهر الجملة، نطلع على المعنى المقصود من الجملة. بس هي معناها. والمعنى المقصود من الجملة، على المعنى المقصود من الجملة، هي ممكن تكون الدنيا حام، بس حام لا إلها، مش حام بمعنى إنه درجة حرارة فوق 38. ولكن إذا بتيجي بتقول الدنيا حام، وإحنا بنكون مسبقا في عنا ستاندرد لإيش يعني حامي وفوق الحامي، بنقدر نفحص حسب سياقها. طب القوانين إخبارية ولا لا؟
قانون نيوتن اكيد مش اخباريه مش اخباريه اكيد مش اخباريه انه هناك في انه في قانون بس في يعني لما اجى خليني اقول لك بقصد مهند لما كان في نقاش بين في نظريين نو في نقاش بالضبط مش اخباريه بالتالي لما كان في نقاش بين اينشتاين وبين نيوتن ليش لانه في غلط بقانون معين في غلط بقانون معين في قانون معين لا انه قصدي انا ايش بدي اوصل لك يعني في قانون مثلا جاذبيه قبل احكي كان ايش مش عارف ايش هلا عدلوا عليه فصار بيقدروا يفحصوه بس هذا كله من ايش نو شوي النقاش تبع اينشتاين مع نيوتن مش بس على قوانين الحركه لا النقاش كتير واسع النقاش بالأساس الزمن شو هو ده شيك وهاي كل نظرية أينشتاين أساساً الزمن شيك أوكي فبيجي بقول لك الزمن هو البعد الرابع تبع المكان عند أينشتاين بس عند نيوتن أبداً لا الزمن قائم بحد ذاته هذا شو أنت تقول هذا إيش النقاش نقاش حول جمل إخبارية ولا نقاش جمل حول جمل تعبيرية لا هذا لا إلا يعني مستعبري الواحد بعبرش عن حاله طبعا بعبر عن إيمانه ليش بعم بعبر التعبير مش بس ذاتي أنا كنت قبل مرة ممكن ذات ممكن تكون ذات فردانية وممكن تكون ذات جماعية بس هذا تعبير وبالتالي ما أنا بجيب أقول لك إنه الزمن هو البعد الرابع تبع المكان هاي جملة شو أنا بقدر أفحص هل حقا الزمن هو البعد الرابع تبع المكان ولا لا ولا زمن أساسا في وجود للزمن ولا لا أساسا هل حقا في زمن قائم موجود ولا هو اختراع بشري هذا سؤال بتقدر تستك انت كله وجود الزمن مش من الفرضيات 16 هاي كمان الزمن موجود انه الزمن موجود مش من الفرضيات 16 اي 16 ما اعرفش ايش عم تحكي الفرضيات 16 اه نعم هذا من الفرضيات 16 طبعا هذا واحد من الفرضيات في زمن مش من 16 لا يعني بس انه انه في زمن هو بالاول احنا كنا نفكر انه بتعرفوا انه الزمن ما في توجه واحد له يعني اذا لقينا الزمن وعند نيوتن هيك الزمن بروح بشكل بخط مستقيم لقدام عند البوذيين الزمن بروحش لقدام بالمره ولا برجع لورا دائره مو قصدي برجع لورا دائره تمام برجع ورا عند حدا تاني سبحكي لك عنها تمام الزمن دائري عندهم السؤال اللي الزمن راح لقدام ولا دائري قبل ما نحكي عن شعوب تانية سبحكي لكم عنها دائري كيف يعني دائري يعني برجع على حاله احنا هلا مش لقدام لا نحكيش عن لناس تانيين الزمن دائري المستقبل وين المستقبل وين لقدام ولا ورا مش مبين بحكي جد المستقبل وين لقدام ولا ورا حسب وين واقف حسب وين واقف لا هذا سؤال جدي المستقبل وين احنا كيف نتعامل معه نتعامل معه قدام مش هيك بس نشوف تعاني مثل شعب الايامارا على سبيل المثال كيف نتعامل مع الزمن اصلا لا لورا ايش يعني هم عارفين نقطة الصفر اللي عندهم يوصل هن لإلهن لما بتيجي بتقول له شن وال 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 والماضي قدام عندهم ولما بتيجي بتقول له في 1555 صار كذا وكذا وكذا بقول لك شو عرفك كيف تعرف قدام يعني تضلش تعرف تضلش تأكد ايش مشان يكونوا عارفين حركة يعني الزمن عندهم تنتين هو المستقبل اللي هم لإلهن هذا الكونسبت اللي عند نياته نعم هو مختلف تماما عن الكونسبت اللي عند كرياته هم جزء كانوا قبل التاريخ وعندهم لا لا هذول اليوم موجودين اليوم موجودين الأيامارا اليوم موجودين اليوم موجودين اليوم موجودين بس اليوم حي يرزق ما زالوا اليوم موجودين نظريتهم طلعت غلط ليش غلط؟ أنا بعرفش من ليش طلعت غلط؟ أساسا نحن نعرف إذا في زمن ولا لا لا بس نظريتهم طلعت غلط لأنه كانوا متنبئين راح تخلص بفترة معينة الناس إيش مين عم تحكي المايا هذا إيش المايا عم مين عم تحكي عم مين تحكي عم بحكي عن أيامار قريبة ولا إلهم حركة الزمن لما بيكون نفرة فترات زمنية قريبة بتكون هيك طبعا مستقبل لورا ولا قدام ولما بيكون فترات زمنية طويلة بتصير حركة الزمن هيك يعني في حركتين للزمن عندك شوي يعني هلا اللي انا بدي اقوله من كل الخرافيه هاي وشعب الاماره تقدر تروحوا بالانترنت
مليان استاذ جمال. استاذ جمال انا بسال سؤال اللي انا بدي اقوله بس قبل ما اسال السؤال انا بدي اقوله انه الفكره تبعت الزمن في حول النقاش وبالتالي الحديث مش عن حقيقه وغير حقيقه على مش على مش مفهوم لحد الان. طب هل الزمن شيء اصطلاحي؟ انا ما بعرف ايش إذا بنحكي ساعة ودقيقة هو بيكون اصطلاحي. هذا اصطلاحي بس الفكرة ما ساعة ودقيقة يعني اصطلاحي. طيب بس احنا نحكي عن هل الزمن شيء اصطلاحي يعني وجود ولا مش وجود ولا ما بعرفش هو اصطلاحي. هلا زمن هلا يمكن مرة رقم الطقس يعني انه الزمن بقول ايش انه الزمن اصطلاحي. ليه؟ لانه تحكي عن دقائق والساعات. الدقائق والساعات واضح انها اصطلاحية معروف طريقة عد هاي بس هي طريقة عد لأي شيء شيء انا باعتقاد شيء موجود اللي هو مش اصطلاحي لانه في تغير بغض النظر اصلا احنا كنا موجودين ومش موجودين في ليل وفي نهار وفي مربوطه في دوائر طريقه برضه هاي طريقه احنا ربطناها طريقه عدها يعني احنا لما نحكي مثلا تاريخ اليوم اللي هو بعد 2013 سنه بيصير كم من ساعه من ميلاد المسيح فاحنا حاطين نقطه اصطلاحا بالضبط بس في تغير احنا قسنا اصطلاحا بس في تغير معين هل حقا في زمان ولا لا؟ مش ثابت يعني احنا يعني بعد 12 ساعه بيجي عندنا نهار في الاسكيمو مبينش عندهم هذا الاشي يعني لا هي اسلوب عد يعني احنا بنعد الزمن بالليل وبالنهار بنعده بالليل وبالنهار بنعده بالساعه وبالدقيقه بنعده بالسنه الضوئيه بنعده بزمان لسه الفلاحين بيقولوا لما اثلجت هاي طريقه عد احنا بنربط في اشياء عشان نلاحظ التغير والعد بس التغير موجود ولا لا لازم تثبت اي تغير يعني قصدي لازم التغير تروح على كوانتم فيزيكس ليفل كمان ديسكريت صفين هل حقا في تغير ولا لا حقا في حركه ولا لا طيب يعني بقول هلا الساعه ارخميدس لا له فيش حركه بقول هلا الساعه 3 كله فيكشن ارخميدس برمنيدس طيب بقول الساعه 3 هاي جمله اخباريه ولا تعبيريه ولا الساعه 3 ضمن الاصطلاح اخباريه ضمن الاصطلاح ضمن الاصطلاح وبقدر افحص بس ضمن الاصطلاح ضمن الاصطلاح كيف اصطلاحنا كيف واحد زائد واحد يساوي اثنين هذا ضمن الاصطلاح وبقدر تفحص عندك على ايش تفحص انت بس ولكن واحد زائد واحد واحد زائد واحد يساوي اثنين هذا مش بمعنى مش بمعنى اخباري عن ما هو موجود اخباري في الاصطلاح في الاصطلاح فبتلا مش اخباري في الاصطلاح يعني مش انه نفحص الجملة صحيحة لتحت ولا لا نفس الشيء الساعة 3 في الاصطلاح بس ما بنفحص فيش عندك كيف تفحص هذا من الساعة 3 او لا او اذا هي 3 ممكن تطلع على الساعة بس اذا بنحكي مش اصطلاح نقدرش نعرف لانه بنعرفش بس بتقدرش تفحص للواقع بهذا المعنى هيدا من الاصطلاح نفس الشيء 1 زائد 1 ضمن الاصطلاح طب استاذ فيش انا ما فهمت هلا احنا حكينا انه السياق اللي بتنحكى فيه الجمله بغض النظر اذا انت كان قصدك فيها جمله انشائيه او اخباريه ما بتغير وضعها يعني لما حكيت انه انا عندي بنات بعض الجمل نعم بتضلها اخباريه ما بهم السياق صح بغض النظر عن السياق نعم بتضلها اخباريه ولكن انا بقدر اوظفها بس ايش امكانيه اني اعمل الجمله الانشائيه في سياق معين هتكون خبريه كيف انشائيه بتضلها هي الجمله انشائيه هاي الخبريه انشائيه شو انشائيه انشائيه يعني كلاميه ايش يعني انا قصدي انه يعني الجمله يعني لما هي حكت مثلا انا مشوبه هلا اذا اجت عرفت كلمه انه بالنسبه لي اني اكون انا مشوبه معناته انه درجه الحراره تكون اكثر من 37 واجت حكت انا مشوبه ما بتتحول من جمله اذا هي اجت تطلع على قله شوب يعني بتعكس درجه الحراره فوق ساعتها بنقدر نتعامل بس عاده احنا يعني ما بنتعامل مع الجمله يعني هون السياق صار مهم لا اللي صار مهم هو عملية وضع معيار هل في عنا معيار لفحص الإشي ولا لا لما بتحط معيار عملية بتحولها لإخبارية هذا هو بس بدون معيار هي مش إخبارية لا السؤال اللي سألته أنا هو بداية هو اللي سألت تسأله ما يسأل إنه إحنا حسب شو بقصد القائل بنحكم عليها إنها إخبارية ولا يعني قصدي يعني الواحد تركنا جملة مكتوبة على اللوح بنعرفش بالضبط شو قصده كانت تكون ممكن انا ما اقدرش احكم عليها اخباريه كل الوقت اللي هو مش حاط مقياس لهي الجمله هي جمله هي تعبير شو قصدك مقياس يعني لا تحاول بدي اعرف معيار بقول الشوب لإلي بحط بيجي بحط الشوب لإلي يساوي 37 انا معناته بدك اسا بقول انا شوب الشخص القائل يعني بدك الانتنشن تبعه كلمه شوب
ودرجة الحرارة فوق 37 بطل في فرق. نفس المعنى من هنا من هنا من هنا هي إخبارية. بهذا طب هل يوجد جمل إخبارية وتعبيرية بنفس الوقت؟ كل الجمل تبعتنا إخبارية تعبيرية بنفس الوقت. طيب كل الجمل لما احنا بنقول هل يوجد جمل مصطلحات تتضمن معاني والمعاني هي تعريفات؟ ما انا جاي لإشي هلا. اذا كان في جمل اخباريه وتعبيريه بنفس الوقت وجمل ايش كمان تصنيفات اخرى اصطلاحيه وتعبيريه بنفس الوقت، فاذا كان وجد تصنيفات بالطريقه هاي يعني فيها تداخل، انا يعني اشكك اذا انا فهمت صح، بشكك في اصلا مبدا ان نصنف الجمل لاخباريه وتعبيريه واصطلاحيه ليه قاعدين نصنف فيهم؟ طيب ما دام في كثير تداخل اختبر ليش بدك تختبر؟ لا عشان تفهم سياق الكلام. ما هم بيتداخلوا ببعض، ما بفيدش. اذا انت بس يعني في قاعده بعلم التصنيف بتقول انه اذا في اشياء اذا انت تفوت لهذا المحل وهذا اشكال له جدي وحقيقي. هذا بخلينا نعمل الاستنتاج، والاستنتاج لازم بالاخر نصل له اذا بدك، انه احنا لما نكون في عمليه تحليل الحجه احنا المفروض نكون في عمليه تحليل للعلاقات المتضمنه داخل الحجه ومش للجمل اللي داخل الحجه. تحليل لايش؟ تحليل للعلاقات المتضمنه داخل الحجه ومش للجمل اللي داخل الحجه. ممتاز، لانه يعني معنى اخر بس نحكم على الجمل لازم نحكم على العلاقات بالحجج. وبالتالي بالضبط يعني وصلت للنقطه اللي انا بحاول افهمها، انه ليش نحكي عن الجمله؟ بس اكون عارف انه هذا بس جديد احنا صرنا نفهمه. اوكي يعني لحديت يعني على الاقل جون ستيوارت ميل بقول انه احنا بنكون في عمليه تحليل، وفي نقاشات اليوم موجوده بنكون في عمليه تحليل للجمل نفسها وللكلام المتضمن داخل الجمله. بس اذا اخذنا كل الاشكالات اللي حكينا عليها بعين الاعتبار احنا مش بنكون في عمليه تحليل لجمل، احنا مجبرين نعمل تحليل للعلاقات لشكل الجمله. ومن هنا هذا اللي بدي كنت مشان هيك من هنا انا كنت بدي اصل للمحل تبع تحليل الاشكال، واللي كل هذا هو جاي مشان نحكي عن الاشكال اللي احنا قاعدين نتداوله، ولكن بحكي عنه كمان بتاريخيه وبتناول وجهات نظر مختلفه حول هذا الموضوع. جمل تاني، لانه بالاخر مش هنكون عارف، مو احنا مزبوط احنا بنحل الاشكال، بس بالاخر هاي الاشكال عليها بدنا نبني جمل، يعني بدنا نرجع لنفس المحل، بس احنا مجبورين نكون متيقنين من سلامة الشكل. نبني جمل منطقية مش جمل صح 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 دولية. ولكن برضه احنا مجبورين نكون متيقنين من سلامة الشكل منطقيا مشان نقدر بعدين نروح نستعمل جمل كلامية عليه، فبالتالي احنا مجبورين بالاخر ما نستعملش او نبتعد، نكون عارفين اي جمل هي جمل اخبارية واي جمل هي جمل مش اخبارية، بعد ما نكون فاهمين انه احنا بنبني هذا على الشكل ومش على شيء ثاني. ما هم مش زمان مخترعين الانترنت؟ الانترنت جملة. طيب لا هاي التعبيرية ايش يعني من هني زمان؟ هل اخباري ولا بدك تفحص هاي الجمله اخباريه ولا مش اخباريه؟ التعبيريه هاي شو قصدك فيها؟ هاي جمله مش من زمان اولبيه؟ هاي بغش افحصها. انا بعرفش انت شو يعني مش من زمان، يعني بتشبه الشوب اللي بتحكي عنه او مثلا ما هنيش زمان، ما هو بيعطني شو بالنسبه لك ما هنيش زمان؟ الا اذا بتقول لي ما هنيش زمان لإلي معناها خمس سنين. جاي تبطل ما هنيش زمان كل اني صار لها خمس سنين صار لهم 20 سنه مخترعين الانترنت. هذا ممكن فحصها اخبري. فبالتالي ما هنيش زمان هي بحد ذاتها بدون التحديد هي تعبيريه، ولكن اذا بتكون في عمليه تحديد هي بطل اخباري. طب صار لهم 20 سنه مخترعين الانترنت. لا اخباري هي اصطلاحيه. كم مره؟ صار لهم 20 سنه مخترعين الانترنت. اخباريه صح؟ اخباريه. شوي من اي ناحيه بتستعمل انت بتكون قاعد اصطلاحيه، لانك انت ماخذ انه الزمن تحديد الزمن هو اصطلاحي. مضبوط؟ اوكي. ولكن هاي الجمله مختلفه عن لما انا بجي بقول صار، يعني في فرق بين ما اجي بقول لسه الساعه 3 واللي انا بقدرش حقيقه، وانا بقدر افحص الساعه 3 على الساعه بهذا المعنى،
وبدأ أفحص حقا إسا الساعة 3 حسب الساعة ضمن الاستراحة تبعنا. بما جاكول صلهن 20 سنة مخترعين الإنترنت وبدأ نروح أفحص هل حقا الإنترنت تم اختراعه قبل 20 سنة في 1900 وبعرفش كديش نفرض 1903 صفت إيش؟ صفات إخبارية. نعم. لو إنه في مثلاً في العلم مثلاً بيقول عن أينشتاين ونيوتن هذول أجداد بيكونوا منهم زمان يعني من فوق 100 سنة بس يعني في زمن العلم إنها اختراعات جديدة يعني في السياق هذا نقدر نقول إنه مزبوط من هذا. لا على تعبير يعتبر عن اختراعات جديدة. لا حتى تقدر ترى اختراعات جديدة. كل وقت أنت شو حدد جديد لإلي كديش إيش تقصد في جديد؟ هذا مش تعب هذا مش إخباري. أنت مجبور تقول لي إنه أنا مجبور لأن هني بيعملوا تصنيفات نفرض فكر قديم إحنا منعرف وين فكر قديم على أي فترة تاريخية الحديث. فبالتالي هذا بطل تعبير هذا بصير إخباري لأنه مثلاً بقول لك أنا أرسطو ضمن الفكر القديم لأنه أنا بعرف إنه فكر قديم أرسطو بفوت نفرض 350 قبل الميلاد وإحنا بنعتبره فكر قديم فأنا بقول لك فكر قديم تمام. ولكن إذا أنت بتقول لي صار مش زمان مخترعينه أو خرافية جديدة وأنت مش محدد لي مسبقاً جديد هذا وين تبدأ من 5 من 10 من 15 من يومين هذا والله أبسي تعبيري ومش إخباري. مثلاً الاختراعات الجديدة من 1900 وأطلع تقدر تقول مثلاً تقول بتقول لي الاختراعات الجديدة مقصود من 1916 وأطلع جايدة بتقول لي هذا اختراع جديد بروح بفحص هذا الاختراع كان قبل 1916 ولا بعد 1916. طب لو جينا أستاذ لو جينا قلنا جامعة بير زيت تقع في فلسطين إيه تقع في رام الله ورام الله تقع في فلسطين جملة واحدة. كاميرا. جامعة بير زيت تقع في رام الله ورام الله تقع في فلسطين. نعم. خبري. إذا في فلسطين في فلسطين. في فلسطين. في فلسطين. نقدر نفحص هذا الموضوع. يعني نقدر نفحص الموضوع. ما إخباري. لا أنا التريك تبعتي كانت هو إنه قلت لك جملتين بجملة. نفس الشيء. ضرورة تقول لي أنت الجملة الإخبارية مش بالضرورة تكون جملة واحدة. يعني. لا ممكن أنا أجي أقول لك ممكن أنا أجي أقول لك إنه كل اللي خلقه بال 1916 ومرت أمهن بعد 3 أيام من ما خلقه وأبوهن جوز 6 نسوان بعد ما. وأكمل لأسا هني كذا وكذا وكذا هذا إخباري بوضع تنحص. طيب اليوم الدنيا اللي نقول اليوم في إضراب سائقين أو اليوم الدنيا مطر أو رحنا على قانون تاني في شرط لصواب الجملة في هاي الحالة لازم بهاي الحالة شو شرط الإما أو واحدة منهم أو التنتين. إذا كانت وا لازم يكونوا ثنتين. لا أو ممكن يكون تنتين. ممكن يكون تنتين صح. بس مش يعني ممكن يكون كمان في إضراب. كمان في مطر. وكمان في مطر. يعني على الأقل واحدة منهم. على الأقل واحدة لازم تكون صح. إذا تنتين غلط بزبطش. بزبطش شو؟ إخبارية. إخبارية مثلاً. لا لا. بتحط عمل معها الجملة غلط. جملة غلط كلها. الجملة غلط إذا أنا بجي بقول جملة غلط مش إخباري ولا غير إخباري جملة غلط إذا بجي بقول لك هاي هيك إذا أنا بجي بقول لك هذا إما بكرة أو حمار جملة غلط بتجاوبش عليها بس لو بقول لك هذا إما بكرة أو طاولة واحد منهم صح بتقول لي هذا طاولة بتاع الأربعة من السنتاج أنا مش بكرة إذا أنا بجي بقول لك ما هو الجملة إما أو في شروط استعمال وشروط صحة مش هيك لازم تكون واحدة منها على الأقل صح وممكن تنتين يكونوا صواب بهاي الحالة فيش إمكانية تنتين يكونوا صواب يعني فيش إمكانية كمان تكون بكرة وكمان تكون طاولة في نفس الوقت بهاي الحالة فواحدة صح ولكن واحدة منها صح إذا تنتين غلط بنزيدها الجملة أنا كلها عزبالة أنا عليك أنا بس هاي أنت بتحكي عن صحة الجملة لا عن مجرد إمكانية استعمالها للجملة هلا امكانيه مجرد قولها للجمله قاعد بحكي بس على صحتها جمله انشائيه تعبيريه يعني بغاش اقول الجمله اخباريه بهاي الجمله كلها اخباريه ولا لا هيك يعني جمله تعبيريه هاي مش هاي لو بقاش بقول لك هذا اما حمار او طور هاي الجمله كلها غلط
لم نقدرش نستعملها. الدنيا شو بالنسبة إلي أو قانون مثلا صح أو جملة إخبارية؟ كل الجملة هاي إخبارية ولا لا؟ كاميرا 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 كاميرا. الدنيا شو بالنسبة إلي أو والإنترنت اخترع قبل 20 سنة؟ لا يعني ما هاي في واحدة بس لو جينا كنا اليوم درجة الحرارة 22 أو أنا مبسوط. لا خلينا بنفس الشيء أو درجة أو درجة الحرارة 25. اليوم درجة الحرارة 22 أو 25 أو 25 إخبارية. أستاذ هو بحكي عن إيش تاريخ؟ هاي لا هو مش هيك قصده. هو قصده يعني مثلا برا الدنيا مطر أو الكاسة هاي حلوة. يعني واحدة إنشاء واحدة ما بنستعمل هذا الكروب بهذه الطريقة. استاذ هو بيسال عن يعني ما راحش على علاقه الاول وهو بيسال بالضبط هيك انه يعني اذا كان عندي مركبتين جملتين تنتين بغض النظر شو العلاقه اللي بتربط بيناتهم فانه هذا اذا كانت جمله اخباريه وجمله اخباريه ممكن انه الجملتين بس يكونوا مع بعض بصفوا اخباريه ولا انشائيه مش انه امكانيه استخدامها. اذا انا بقول برا اما في حمار او فيش حمار وين برا برا هنا هاي جمله واحده اخباريه هاي إخبارية؟ لا هاي بديهة ولا بديهة هاي مش ممكن؟ إما في حمار أو فيش حمار هاي إيش جملة؟ أنت مش حاكي جملة هاي بديهة مش صحيحة 100% هاي إيش جملة؟ أنت مش حاكي إشي بديهة مش حاكي إشي ترو يعني صح جملة دائما صح دائما صح باي ديفولت لأنه في أو فيش أسألك هاي جملة فيها معلومة؟ لا عن برا؟ فيش معلومة هاتو كده تكون صح ولا لازم نتأكد. كاش معلومة أساسا. قاعد بقول لك برا إما حمار إما في حمار وفيش حمار. شو ده تفحصه؟ فيش معلومة. ما تكاش أنا أي معلومة عن برا. بالتالي مش كل شيء يعني هاي مش إخبارية. ملهاش معنى واقعي. بس دائما صح. لها معنى منطقي بس ملهاش معنى واقعي. لا مش دائما صح. هاي لا هي صح ولا خطأ. فيش معلومة اللي تقول عليه صح وغلط. لازم يكون في امكانيه لانتاج معلومه انا فيش حمار صح وفي حمار صح بالتالي شو المعلومه اللي اخذتها من ناحيه واقع ولا ما اخذتش معلومه ما هو لما انا بعطيك معلومه بدك تفحص المعلومه هاي اذا انا ما بعطيك شيء معلومه شو بتفحص قاعد ولا شو بدي معلومه بالتالي مشان يكون في امكان مشان مجرد نفحص بدنا معلومه طب استاذ هلا اي شيء مش اخباري عمال بنحكي عنه مش اخباري اي جمله مش كاميرا اي جمله مش اخباريه عمال بنحكي عنها تعبيريه بس يعني ايش لا هاي الجمله مش تعبيريه لسه حكينا عليها اسا في برا حمار يمكن برا في حمار يمكن برا فيش حمار مش تعبيريه ولا شيء هاي مثلا هاي لا بفوت على التعبيريه ولا بفوت على التوجيهيه ولا بفوت على محل بس الجمله الانترنت اخترعها قبل 20 سنه هاي اخباريه زمان زمان هاي تعبيرية ليش تعبيرية؟ زمان شفافني مش حاجة تعبر عن حالك تعبيرية بمعنى انه لا يمكن فحصها بالنسبة للعامل هذا المعنى الجمل التعبيرية مين جمل انك عبر عن المشاعر تبعتي يعني هي صحيحة تقدرش تعبر عنها تبحث لا 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 مش صحيحة لا صحيحة ولا غلط فيش غير قابل الفحص جملة صحيحة كجملة قصدي لا 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 يعني مش إخبارية حتى لو الجملة احنا بنقول عنها صحيحة كلنا انا اعطيت تعريف الصواب المرة السابقة قصدي صحيحة يعني مثلا جملتك الحمار موجود ولا مش موجود هاي مش صحيحة هيك قصدي لا يعني قصدي ما نقدرش نستعملها هيك قصدي طب احنا لازم نتفق على مصطلحات نتفق على مصطلحات الجملة اللي ما نقدرش نستعملها هي لا صحيحة ولا خاطئة تقدرش تقول مش صحيحة تقول ما نقدرش نستعملها هاي مش معلومة تمام الجملة التعبيرية أي جملة نقدر نستعملها؟ نقدر نستعملها طبعاً إحنا كل وقت بنعبر عن كل شيء بس هي مش بالضرورة تعبر عن الذات عن المشاعر تبعتنا تعبر عن إشي بنقوله العكس ولا أقل طيب أنا لسه واقفة عن نقطة ليش اعتبرت إنه الستين سنة مثلاً أو العشرين سنة اعتبرتوها إخبارية والساعة ثلاث ما اعتبرناها صلاحية لا انا بقدر افحص انه انا اقول اسا الساعه 3 انا بقدر افحص اطلع على الساعه هل حقا الساعه ضمن الاتفاقات تبعتنا وضمن تحديدنا وتقسيمنا للوقت وبناء على الساعه بقدر افحص مظبوط ولا لا بقدر افحص طبعا يعني اخباريه
طبعا بقدر افحص بعد ما اعرف ضمن المصطلح، يعني هي اخباريه ولكن هي مش ضمن مصطلح معين، يعني ضمن ضمن الاتفاقات تبعتنا ونفس ال 20 سنه بالضبط. كيف واحد زائد واحد تحط يساوي ثلاثة بعد ما نقدر نفحصها، بس هي مش اخباريه معناها بتحكي هسه بنقدر نفحص الجمله هاي مع الواقع، الرياضيات ما بتحكي عن الواقع بهذا المعنى، هي ضمن المصطلح. نحن نفحصها صواب الجمله وخطاها ضمن المصطلح عليه. نفس الشيء الساعة 3 ضمن المصطلح عليه ونفحصها هل صحيح الجواب ولا غلط ضمن يعني المصطلح عليه. يعني بالضبط زي ما لو اجي احكي انا بدي اعرف اللون، هذا اللون بدي احكي عنه احمر، واتفقنا انا وياك انه هذا اللون احمر، وباجي بحكي انه هو انه لابس قميص احمر. طيب وانا عرفت يعني بالضبط هيك، يعني ايش انا وياك اتفقنا على انه هذا هو احمر وهي هذا احمر، وانا متفق عليه انه هذا اخضر على فرض يعني متفقين مع بعض انه هذا بنسميه اخضر ماشي حلو، وبالتالي جواب بكل احمر ضمن المصطلح عليه ما بيننا هذا اخضر بالضبط. بس اذا يعني كان الاصطلاح انه هذا احمر يعني ايش انا بصطلح على الشيء ايش هو بصير ضمن الاتفاقات تبعتنا بالضبط، هذا هو ضمن الاتفاقات تبعت طبعا كل شيء بالاخر ضمن الاتفاقات تبعت ضمن المصطلح عليه. واحنا بحكينا على الاقل احنا يعني لو بنحكي انه احنا عايشين ضمن عالم تبع اللغه، ما هو هذا جزء منه في النهايه. سميناه فنوجد قولي بقول سميناه فنوجد، سميناه اخضر فصار اخضر. نعم قوانين الرياضيات هسه مثلا في ثغورس وهيك هاي شو بتعتبر؟ هذا ايش؟ الوتر تربيع بيساوي مثلا هيك او اي نظريات الرياضيات هذا ايش؟ مجموع زوايا المثلث 180 درجة اصطلاح مصطلحين قلنا بس يعني بيقدر الواحد يفيز لو الواحد يجربها يفحصها صح هذا من المصطلح عليه بيجي واحد بقول لك مجموع زوايا المثلث انا عارف 90 درجة شو بتقول له؟ خطأ كله خطأ. طيب يعني مصدوم بصرع عليه لأنه الدرجة مين اللي حط مين اللي حدد الدرجات؟ ما حددناها بتعدوا من المصطلح عليه بضل نفحصه جاي واحد زائد واحد المصطلح عليه. بس ما انت برضو فرض شكل المثلث يعني طبعا طبعا انت فرض كل شيء، انت فرض شكل المثلث وفرض الزوايا وفرض كل شيء فرض الدرجة نفسها طبعا فرض الدرجة نفسها تعني ضمن المصطلح عليه انت بتفحص. بس انت فرضت انه المثلث موجود انه مصطلح عام وفرضت انه الدرجه مش شرط انها موجوده. لا انا فرضت كله انه ضمن المصطلح عليه كله ضمن المصطلح عليه بصير مصطلح ها مصطلح. كله مصطلح عليه. بس اذا جمال خليني اسال سؤال هيك يعني اذا علي صوتك هذا اه عفوا اذا بدي احاول اعيد صياغه السؤال زي ما فهمته منك انه هلا لما باجي بعمل مثلا الف زائد باء الرياضيات او بعمل المثلث مجموع زواياه تساوي، هلا انا برسم مثلث ما بحكي جمله، هل هذه بقراها مثلا هل عمليه الترميز هاي كمان بقراها في سياق انه في لها هاي جمل كمان اخباريه ولا لا؟ نعم هاي جمل هاي جمل كلاميه زي ما بتقول. لو بحط مثلث شو يعني فرق بين حطيت مثلث وبين حطيت كلمه مثلث ايش الفرق؟ نفرضت انه هذا هو لا بس ايش الفرق بحيث المعنى؟ احنا هي بتسال عن المعنى ولا ايش؟ اه نفس الشيء فيش فرق بحيث المعنى. لو تحط اشاره كف او تكتب كف شو الفرق؟ نفس الشيء فيش فرق اعطيك الاولويه تمام فيش فرق بهذا المعنى فيش فرق. استاذ بنفع ناخذ بريك؟ بنفع ناخذ بريك لسه على شيء 3 و10 بنفع ناخذ بريك. اوكي هاي جملة إخبارية هاي جملة توجيهية توجيهية اطلعوا برا اشربوا قهوة ومي وما بعرف شيء شيء معناها لا تكونش قاعدين هون. بحين وانا ميزت ما بين تحليل العلاقات داخل الجملة وما بين تحليل العلاقات داخل الفورم داخل الشكل. بالحالتين بنحكي عن علاقات تمام، ولكن لو بنحكي احنا على جملة واحدة بنحكي على العلاقة المتضمنة في الجملة واللي هي تحكي عن علاقة حدين
علاقة موضوعين ونعطي أسماء ونميز ما بين كل حد من الحدود تبعت الجملة شو بنسميه ولا شو بنسميه ايش بنسميه وما بين التمييز وما بين العلاقات اللي بنحكي العلاقات المضمنة داخل شكل حجة وشكل الحجة ممكن يكون مبني من جملتين وممكن يكون ومنه احنا بنعمل استنتاج وممكن يكون شكل الحجة مبني من 16 جملة ومنه بنعمل استنتاج بطبيعة الحال ال 16 جملة ممكن نستخدم احنا اكثر من قانون او طبيعة قانون منشان نعمل استنتاجات منها النوع اللي احنا راح نشتغل فيه كتير على الاقل ممكن نترك للنوع الاخر اللي هو واللي هو مبني من قضيتين والاستنتاج واللي هو القياس واللي هو نوع معين من انواع الاستنتاجات غير المباشره فقط للتمييز لما احنا بنحكي عن استنتاجات غير مباشره احنا بنحكي عن استنتاجات من قضيتين والاستنتاج لما بنحكي عن استنتاجات مباشره احنا بنحكي عن على استنتاج من قضيه واحده على الاستنتاجات من قضية واحدة ما بعرف إذا في حاجة نفوت عليها ولكن الاستنتاجات اللي هي من قضيتين والاستنتاج في ضرورة ولكن فقط من أجل التوضيح الاستنتاجات المباشرة واللي هي من قضية واحدة إحنا بنعمل استنتاج من معرفتنا لا صواب أو خطأ جملة معينة بنعمل حكم اعتمادا على هالمعرفة عن جملة تانية وبنقول إذا هي صواب أو خطأ قبل ما نفوت على الاستنتاجات الغير مباشرة وقبل ما نفوت على القوانين تبع الاستنتاجات الغير مباشرة وإذا بدكوا عن آليات فحص وبناء الاستنتاجات الغير مباشرة مجبورين إحنا بالأول نعرف النظر الميز ما بين العلاقات المختلفة في الـ في الـ في الـ في الجمل وأنواع الجمل المستخدمة بشكل عام من أجل بناء خبر كلنا نحن نستعمل في المنطق فقط الجمل الإخبارية نحن ما نستعمل جمل غير إخبارية بالمرة إخبارية بقدر ما بنقدر نسميها إخبارية ضمن كل النقاش اللي كان قبل شوي إخبارية اللي بنقدر إحنا نقوم بعملية فحص لصدق تبعها اعتمادا على كل الفرضيات إحنا حكينا إحنا بنفرضها قبل ما نقولها على سبيل المثال أنا بجي بقول إنه كل إنسان هو حيوان هاي هي جملة إخبارية ونحن بنقدر نقوم في عملية فحص لها ولكن لما بقول أنا كل إنسان هو حيوان أنا بقوم عمليا بإعطاء أولا تعريفات وضمن كشرط ضروري لمجرد إمكانية تلفظ الجملة وضمن التعريفات أنا بقوم بعملية واحد بناء الجملة اثنين فحص الجملة لما بقول أنا كل إنسان هو حيوان أنا مجبور أكون كلمات تانية مجبور أكون معطي أنا تعريفات للإنسان وبكون معطي تعريفات للحيوان وضمن هذا التعريف ضمن الاستلاح على التعريف إحنا بنفحص إذا الجملة صحيحة ولا جملة خاطئة للتوضيح احنا وبعدين بقول ليش مجبورين نكون نعطينا لازم نكون احنا نعطينا تعريفات للتوضيح احنا لو نقول كل انسان حيوان احنا بنقول عمليا كل ما يعقل ويتلفظ اللي هو الانسان وهو جسم حساس يتغذى افرض اللي هو الحيوان اذا احنا نتفق على انه الانسان اللي بميز الانسان عن سائر الكائنات الحية وهنا بنحكي عن تعريفات احنا بهاي الحالة التعريف هو الاشارة الى ما يجعل الشيء ايش هو فبالتالي كونه يعقل ويتلفظ وهو هي الصفة اللي بتجعل الشيء إنسان معين أو والصفة اللي بتجعل الشيء حيوان وكونه جسم حساس يتغذى فبالتالي احنا بنفحص بنقول كل ما يعقل ويتلفظ هو جسم حساس يتغذى ولا لا أو كل إنسان هو هذا عمليا مماثل الجملة كل إنسان هو حيوان تماثل من حيث المعنى تبعها لا كل ما يأكله يتلفظ هو حيوان وبنكون في عملية فحص إحنا لها الجملة كيف نفحصها طلع أرض الواقع جملة خبرية وطلع أرض الواقع وبنشوف هل حقا كل واحد وواحد من أفراد المجموعة الإنسانية هو جسم حساس يتغذى ولا لا هو حيوان ولا لا إذا
معناته الجملة بتكون صحيحة 100%. إذا لا معناته الجملة بتكون خاطئة. كافي إنه يكون في عندنا واحد إنسان واحد اللي هو مش جسم حساس على غذاء مشان كل الجملة تكون جملة خاطئة. داخل هاي أول شيء هاي الجملة هي واحد من أنواع الجمل اللي إحنا هي واحد من أنواع الجمل اللي إحنا بنقوم أو بتكون أنواع هي أنواع ولكن أشكال الجمل اللي إحنا بنقوم في عملية صياغة المعلومات بواسطتهم داخل المنطق. في عندنا أربع أنواع جمل. إذا بنحكي على الأربع أنواع جمل هاي واحدة من الأربع أنواع جمل. الجملة هاي إحنا بنسميها جملة جملة كلية موجبة. ليش جملة كلية موجبة؟ لأنها هي بتحكي عن كل أفراد المجموعة الإنسانية ومش عن البعض، مش عن واحد، إنما عن واحد واحد، وهون هي جملة كلية. أوكي. وبالتالي لما هي تكون جملة كلية إحنا بنفحصها في كليتها، بدناش نفحصها في جزئيتها. كليتها يعني واحد واحد، كل واحد من أفراد مجموعة إنسانية يعني كل جملة بتكون غلط لأنها جملة كلية من طبيعتها الكلية، بالتالي إذا واحد لا كل جملة بتكون خاطئة. في هاي الحالة الكل، الكلمة كل إحنا بنسميها صور في ضمن الفلسفة العربية الإسلامية، لأنها هي مثل تماما مثل الصور اللي بنبنى حول الجدار، بنبنى حول شيء معين، وهو اللي بيحدد الكم اللي إحنا بنحكي عنه. فهذا إحنا بنحكي عن الكم الكلي. الإنسان هو شيء اللي إحنا جايين نحكي عنه، ومن حيث كون الشيء اللي جاي نحكي عنه هو موضوع الحديث بكلمات تانية، وهون احنا بنسميه موضوع. اللي هو اللي مش موجود باللغة العربية ولكن موجود في اللغة الإنجليزية بطبيعة الحال، يعني احنا بنقولش كل إنسان هو حيوان، بنقول كل إنسان حيوان، بهذا المعنى هو مش هي متضمنة لكن غير متلفظة. اللي هو هو الرابط، هو نوع، هو نوع العلاقة اللي بتربط ما بين الموضوع القضية وإيش جاي نحكي عنه، يعني اللي بروض بين الإنسان وإيش جايين نقول عنه. وبالتالي بهاي الحالة اللي جايين نقوله عنه هو إنه يحمل صفات حيوانية، بمعنى إنه جسم حساس للغذاء. وبهذا المعنى الحيوان هو محمول القضية. ليش محمول القضية؟ لأنه صفات. ليش محمول؟ لأنه صفات، لأنه صفات دائما محمولة، ولا مرة صفات بتكون حاملة، ولا مرة صفات بتكون مش محمولة. يعني ولا مرة بنشوف صفة أي إن كانت نفرض خفيف، ولا مرة بنشوف إحنا خفيف ماشي لحاله، خفيف لازم يكون إشي خفيف، تمام؟ أوكي. ولا مرة كمان بطبيعة الحال بنشوف خفيف وفوقه إشي، بالتالي ولا مرة بتكون حامل الصفة، ولا مرة بتكون حاملة، ولا مرة بتكون مش محمولة. ومن هنا على الأقل ابن سينا بقول على إنه صفات محمولة من المفروض يكون محمولة دائما، ولو في الإدراك تبعنا، في الذاكرة تبعتنا، في المعرفة تبعتنا، هي محمولة عندنا. أوكي. على مستوى ككونسبت، ك ك كمعنى هو موجود عندنا. أوكي. بالتالي الجملة هاي هي مركبة من أربع مركبات. الكل الأولى، الموضوع القضية اللي هو الإنسان، اللي هو الرابط، و الحيوان اللي هي الصفة. وهي وإحنا بنسميها جملة كلية. فهمنا ليش؟ ليش هي جملة موجبة؟ لأنه الجملة الموجبة هي جملة اللي بتكون في عملية تأكيد اتصاف شيء بهاي الحالة الإنسان بصفات معينة بهاي الحالة الحيوان. من هنا هي جملة كلية موجبة، ومن هنا التعريف تبع الكندة للصواب هو القول الموجب. ما هو القول الموجب؟ هو القول الذي به نقوم بعملية تأكيد اتصاف شيء بصفات معينة، هذا القول الموجب. بالتالي القول الموجب ما هو اللي هو في الواقع، تمام؟ فبالتالي ما هو من المفروض انه نفحص هل الإنسان هو حقا يحمل صفات حيوانية ولا لا. نعم. هلا بدك تتحقق انه الإنسان إنسان. لا، أول شيء بعد مش راجع، بدي أرجع لهذا المحل، بدي أتحقق إنه الإنسان. لا، أول شيء أنت بدك مشان تقدر تفحص هاي، مشان تقدر تقولها أساسا لهذه الجملة، مجبور يكون في عندك مسبقا تعريف لإنسان، ومجبور يكون في عندك تعريف لحيوان. بس أنت حكيت تعريف الإنسان إنه هو ما يحكي ويتلفظ. نعم، يحكي ويتلفظ. بس يعني مش دقيق.
لانه في مثلا هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني، وهذا نظر الانسان نفوت لهذا المحل، هذا شيء ثاني. طب الانسان بتغذى زي الحيوان، هذا جعله هذا الحيوان، هاي الصفه الثانيه. يعني عمليا احنا قاعدين نحكي عن شيء اللي بيحمل اول صفه اللي هو ياكل ويتلفظ، وبحكي كمان صفه اللي هو جسم حساس للغذاء. بالتالي هذا الشيء عنده صفتين. إذا الجملة هاي جاي مشان تقول إنه كل إشي عنده هاي الصفة اللي هو يأكل ويتلفظ عنده كمان صفة اللي هو جسم حساس يتغذى، وهي جاي تقول كائن حي. لو حدا أرسل إيش كلام برا ما تفهم؟ جسم حساس، جسم حساس يتغذى. طلع على حالك. لا أنا قصدي هاد بالضبط، هاد حساس يحس، هاد مش شعوريا، مش انه بزعلوا بنبسط، حساس. نعم نعم، هذا حساس ويتغذى ياكل. هل تعريفه مع الفرابع اي حمل احوال هسه في يعني نقاش، هل حقا الشيء اللي يميز الانسان كونه ياكل ويتلفظ، ولا انه في كائنات حيه ثانيه اللي هي كمان تاكل وكمان تتلفظ مع بعض؟ هذا صار سؤال تاني، تمام؟ ولكن وإذا بدك إحنا ممكن نحكي عنه، ولكن من حيث المبدأ اللي كنت بدي أحكي عنه، إنه من المفروض يكون في عندي تعريف للإشي اللي بدي أحكي عنه، لموضوع القضية. ليش ضروري يكون في تعريف؟ مشان أنا أعرف عن مين الحديث، يعني كيف بدي أفحص. يعني بالتالي أنا لما بقول كل ما يأكل ويتلفظ هو جسم حساس للغذاء، بالتالي أنا بروح يأكل يتلفظ، نعم يأكل يتلفظ، نعم. بدي أعرف أنا مين بدي أفوت على الفئة يأكل ويتلفظ، وعنها بيكون الحديث إنها هي جسم حساس يتغذى. إيش أنا موافق معك على إنه في نقاش، على إنه هل حقا اللي بيميز الإنسان عن سائر الكائنات الحية هو كونه يأكل ويتلفظ ولا؟ إيش هل في كائنات حية تعقل؟ نعم، الفئران تعقل. كل ما يتعلم يعقل، بمعنى إنه كل ما يتعلم من التجربة تبعته يعقل. شلون يتعلم التجربة تبعته؟ يعني هو بأخذ بعين الاعتبار ما سبق من تجارب وبيعمل لسه تجريدات. بيحكوا عن الفئران تعمل تجريد في خلال عملية التعلم تبعها، وبالتالي هي تعقل. بصير السؤال حول اللي يتلفظ، هل العلاقة اللي بتتم، هل علاقة التواصل والاتصال اللي بتتم بين العصافير هي تلفظ ولا لا؟ هذا سؤال. تمام؟ أوكي. إذا معناته يعقل ويتلفظ، مش هي الإشي اللي بيجمع كفيش، معناته مش هي الإشي اللي بميز الإنسان عن سائر الكائنات الحية. يعني في عندي اذا لا ببغى، اذا كان ذكي لا، الببغاء لا تتلفظ، الببغاء تعيد القول. هذول الاشياء الثانيه في منهم اذكياء لدرجه انه بده شيء بيعرف شو يحكي، محدود بس بيعرف. موافق معك، ما في شيء عندي مشكله. انا مش قاعد بناقش انه هذا هو التعريف، بس بعطيك تعريف اللي هو دقيق اكيد، بس مش هذا التعريف. تمام؟ يعني انه التعريف اللي فيش عليه نقاش. اوكي. ولكن اللي هو لهيجل، ولكن هذا التعريف اللي كان بدي اياته انه انا اقول له من المجبورين يكون في عنا تعريفات، واللي ضمن التعريفات احنا بنشتغل، بدون تعريفات مش نشتغل. التعريف اذا في عليه نقاش، واذا احنا بنأشر، وهي من وظيفة التعريف، قلنا قبل شوي من وظيفة التعريف انه هو يشير الى صفة اللي بتجعل الشيء ايش هو. اوكي. فبالتالي اذا يأكل ويتلفظ هي صفة مشتركة لاكثر من كائن حي، بالتالي هاي الصفة ما بتعمل الشيء ايش هو، هيك معناها. ولكن إذا أخذنا التعريف تبع إنسان إنه هو القادر على التدين، شايفة ما فيش حيوان آخر قادر على التدين. تمام؟ تدين من دين يعني؟ تدين مش هو من دين، التدين كمان التدين هو مش بس دين، الإيمان بوجود الله هو تدين، والإيمان بعدم وجود الله هو تدين بهذا المعنى. الإيديولوجيا هي تدين، الإيمان بالماركسية هو تدين، الإيمان بشيء معين وللسير الإيمان فيه. شو الإيمان؟ الإيمان هو من تعريفه الوثوق بصواب فكرة بدون وجود إثبات عليها. فبالتالي إذا أنت مآمن في وجود الله وفيش عندك إثبات فهذا إيمان وتدين، إذا أنت مآمن في عدم وجود الله هذا فيش عندك إثبات هذا تدين. كذلك الأمر الإيمان بصواب النظرية الماركسية هذا تدين، كله هذا تدين. بالتالي الإنسان الوحيد على الأقل حسب هيجل هو القادر على التدين،
تاني هذا تعريف مش مهم، ولكن احنا بحاجة لتعريفات. اوكي. جسم حساسة غذاء، هل حقا الحيوانات الاشي اللي بميزن عن النباتات على سبيل المثال، او عن باقي الموجودات مثل الجمادات، وهو كون جسم حساسة غذاء ولا لا؟ هذا كمان نقاش انا موافق معه، ولكن احنا بحاجة لتعريفات. هذا كل الهدف. واذا بدكم واحد من الاشياء اللي مثير للاهتمام لكم كنتم تروحوا تدوروا على التصنيفات، لانه اليوم في دلوز على الاقل عنده مشكلة مع كل التصنيفات اللي بيسويها أرسطو، وبكل التصنيفات هاي مش موجودة في أرض الواقع. بمعنى واحد من الإشكالات اللي ممكن نشير لها إنه إحنا حقيقة ما عنا الخط الفاصل تماما اللي يميز ما بين حيوان نبات. في بحث هائل حول هذا الموضوع، لكن مش تماما واضح لنا اليوم. أو إذا بدكوا مش تمام واضح لنا خضار فواكه، إذا إحنا بنأخذ الخصائص البيولوجية تبعت تمام. ولكن خضار فواكه ممكن حتى اليوم لسه مش متفق عليه اجتماعيا. البندورة مثلا، مش بس البندورة، في شغلات تانية مش متفق عليه. هاي خضارة بنقدمها كفواكه لما بيجوا عنا ناس، ولا إذا قدمناها بقولوا شو جايبين لنا نوكل خضرة مثلا. تمام. ولكن احنا بحاجة بأي حالة من الأحوال احنا بحاجة لتصنيفات، حتى لو كانت التصنيفات تبعتنا مش تماما دقيقة، حتى لو كان الخط الفاصل مش تماما معروف لنا، احنا بحاجة لتصنيفات. واللي ضمنها والتصنيفات هي شرط ضروري إذا بتكون إمكانية. يعني التصنيفات مش بس تصنيفات أنواع، مش بس تصنيفات أنواع حيوانات وكائنات حيوية إلى آخره. إحنا نعمل تصنيفات نفض موجودات، إحنا نعمل تصنيفات لكونسبتس، إحنا نعمل تصنيفات لمدركات، إحنا نعمل تصنيفات. إحنا متعامل اعتمادا على تصنيفات اللي بتم الاصطلاح عليها أو وفقها إحنا بنشتغل. والإشي اللي بيسوي مصطفى هو هذا، إنه هو بيعمل تصنيفات مع كومبرومايزز، مع تسويات. بكون عارف التسوية، عارف المشكلة، بس هالتصنيف ده استعمله. تمام. اوكي. فاحنا بحاجه كمان مره لانه يكون في عندنا تعريفات، واللي ضمن التعريفات احنا بنساوي تصنيفات، واللي فقط بواسطها احنا بنقدر مش بس انه كشرط ضروري لمجرد امكانيه التعامل مع المنطق ومع هندسه المعلومات كلياتها. وكل هندسه المعلومات هي انما اذا بتكون مجرد امكانيه التواصل ما بين الانسان وذاته. يعني احنا بدون تصنيفات ما بنقدرش نفهم على بعض، يعني على حالنا بدكم. اوكي. يعني التصنيفات، انا هاي النقطه اللي بسال عنها، التصنيف هو اداه وليس شيء واقع موجود بالدنيا. مشان هيك احنا كلنا بغض النظر حكيت انه مين حكى عن تصنيفات ارسطو خطا او صح؟ ديلوز. اوكي. ما هو اصلا الموضوع كله تصنيفات من اجل ممكن قصده مش دقيق، مش صح. يعني في اسم يعني اصلا الموضوع اداء، يعني ممكن تحسن على الاداء، ممكن هي انه اداء بتساعدنا اكثر. يعني انا مشارك على كلت انه احنا بنعرف انه في سؤال، والسؤال حقيقي حول وجود او عدم وجود دقه او عدم دقه التصنيفات، ولكن مع هذا احنا بحاجه لها كاداء كشرط ضروري لمجرد امكانيه حديثنا مع نفسنا مش بس مع الاخرين. هذا احنا متفقين عليه. لا مش احنا بامكاننا كمان ناخذ التصنيف بهدف الموضوع، يعني موضوع التصنيف ايش هو بده يكون، ايش الهدف من التصنيف؟ يعني يمكن انا اخذ عشان نفهم مع بعض. مثلا اذا بقول لك مثلا كتاب، مش معقول انه انا اجي اقول لك مثلا هذا كتاب وهذا كتاب وهذا كتاب، على فكره مش حتفهم ايش الكتاب. حتى فرجيتك انا كل الكتب الموجوده في الدنيا، كل اياها من ناحيه اي كل الكتب اللي بفرجيك اياها، ما فيش امكانيه تخليك تعرفي انه هذا كتاب اللي وراه. لما أقول لك هاي مرأة، أنت مش بس تستعمل صفات المرأة المتميزة، أنت كمان تفترضي إنه هي كمان إنسان، وهي كمان كائن حي، وهي كمان حيوان، وهي كمان موجود مادي. فتأخذ كل تعمل الانهيرتنس أوتوماتيكلي للصفات.
يعني بلخص موضوع تلخيص بقول اقول لسه بدك شيء على حد تعريف. انا مش هذا اللي بحكي فيه، انا بحكي بشيء ثاني، بحكي انه يعني اساس التصنيف اللي ممكن انا اخذه، يمكن انت تكون عندك تصنيف اختلف عن التصنيف اللي انا ما اخذته حسب الموضوع اللي انا بدي حسب انا ايش بدي استخدم. ايوه انا مزبوط، ولكن انا مزبوط، ولكن مشان انا وياك نقدر نحكي على مع بعض احنا مش ممكن متفقين على التصنيف، لانه اذا انا وياك مش متفقين على التصنيف نفهمش على بعض. طب واذا انا وياك انت بتحكي بالشرق وانا بحكي بالغرب، انا وياك في مجال وفي مجال ثاني، فبكون بيناتنا تصنيف بيختلف عن الشيء. اذا بدي اتفق، اذا بتتعامل معاه بدنا نتفق على التصنيفات وعلى التعريفات، بس كل وقت بيشتغل لحاله بيقدر يشتغل لحاله كيف بده، بس اللي بيحكي مع بني ادم بده تصنيفات وتعريفات. هذا ضروري. واذا بدك مش هنحكي مع حاله، بده يكون عنده تصنيفاته ولا بدهش يحكي مع حاله. تصنيفاته يعني تعريفات. واحنا لما نعمل نصنف، يعني لما نحط صنف جديد احنا بنعطي معنا بصف نفس القصه مش كاميرا، لما نصنف شيء جديد فاحنا بنعطيه معنا فبصير هو موجود كله هيك مش نسميه صنف. ما هو لما احنا يعني اذا ما هو ايش بين نسميه من صنف، يعني احنا لما نميز شيء من صنف من لما بنميز اول ما طلع الموبايل بقول لك التمييز هو عباره عن واحد من ثلاثه. التمييز اما انك انت بتشير الى ما يجعله ايش هو على مستوى جوهر، لازم ناخذ احنا ارسطو بعين الاعتبار، وبرضه لازم ناخذ ارسطو وناخذ الكندي في هاي الحاله الاشاره الى الصوره تبعته، تمام؟ لان الصوره هي التعريف تبع الكندي للصوره، هي الشيء الذي به شيء هو ما هو، يعني هو الشيء اللي بيعمل الشيء ايش هو الصوره. او إذا بناخذ احنا العرب كيف كانوا يشتغلوا ما قبل الدعوة، هي الإشارة إلى خصائص الشيء، الخصائص بس كلهم الثلاثة مش جوهر ولا صورة، خصائص هم الثلاثة مجتمعين، هم اللي بخلونا نصنف. مش يعني مجتمعين، مش مجتمعين بس بنقدرش بس اللي بتصنف حسب الخصائص الصفات، هذا منهجية تصنيف، والتصنيف حسب الجوهر هذا منهجية تصنيف ثاني. بس تقدر تصنف وانت مش معتمد على الجوهر، حتى لو التصنيف اي تصنيف يطلع التصنيف تبعك غلط. ما هو لازم تكون اذا اعتمدت على الخصائص من بطل نعتمد على الجوهر. لا لا، خصائص الجوهر انت لازم اذا اعتمدت تصنيف تصنف لاشي انت مش عارف شو هو الجوهر. انت بتقدر تعرف شو هو بدون ما تشيل الجوهر تبعه. لا كيف بدون ما تقول الشيء، بس انت بتعرف. لا 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 لا، يعني ناخذ احنا العرب بعين الاعتبار، كيفية الإنتاج المعرفي عند العرب بعين الاعتبار، هم ما كانوا يشيروا للجوهر وما كانش بحاجة يدوروا على الجوهر، ولا باعتقادهم الجوهر أساسا كل فكرة الجوهر ما كانتش موجودة عندهم بهذا المعنى. قالوا ما فيه. لا مش أنا عارفينه. لا، هم كانوا يشيروا لصفات الحالات، يعني كانوا يأخذوا مثلا حالة معينة. أعطينا مثال. كانوا يوقف سأعطيكم مثال، كانوا يأخذوا حالة معينة، نفرض نأخذ السحاب. كانوا يحكوا عن حالات السحاب بس مش عارف في جميع مراحله وفي جميع وضعياته، وكل حالة لها طبعا الصفات تبعتها. نفرض سحاب اللي هو سريع ويحمل مطر، نحمل مياه، هذا له اسم. سحاب اللي هو سريع ويحمل مطر والمطر خفيف، هذا اسم. سحاب اللي هو واطي، سحاب اللي هو عالي، سحاب اللي هو كثيف، سحاب اللي هو فوق بعضه، بس هاي كل هذا مش جواهر، بس عم عرفتهم اللي كانت عندهم بالنسبة له، يعني عرفوا إيش هو هاي بالضبط. فبالتالي التعريف بالشيء هو مش فقط، ليس فقط بواسطة الإشارة للجوهر. هاي الإشارة للجوهر جاي من تلا أرسطو، لكن من تلا محل تاني بقدر أنا أعرف الشيء أقول إيش هو بواسطة الإشارة إلى الخصائص تبعته، خصائص المميزة له في كل حالاته. فهني كانوا يعرفوا السحاب في كل حالاته. بس يعني مثلا بالخصائص اذا بدك تعرف الشيء ممكن تعرف نفس الخصائص بالضبط، بس بدون اشتاء انه اشياء مختلفين. كمان مرة ما فهمت. يعني سحابة سريعة، حلو، في السحابة كانوا عارفين خصائص لسحابة سريعة وتحمل مي وهيك. اوكي، اجيب لك طيارة سريعة وحامل مي، اذا يعني اشي نفس الخصائص بس هو مش هو، فاهم علي؟ مزبوطش. مزبوط. لا 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 صفات. هلا الطياره في لها صفات زائده كمان، ما بتنقل الركاب. هلا السحابه عمرها نقلت شيء؟ ما كانت لا بنطلع حدا الكتروني من غير ركاب، الطياره بدها محرك وطياره بدها ما بعرف ايش، والطياره لا في لا طبعا في خصائص، يعني
مش لازم يكون خصائص مشتركة مثلا. لا ممكن يكون في خصائص متقاطعة يعني. لا ممكن يكون في خصائص متقاطعة مثل مثلاً أنا عارف النبات والحيوان أيوة أيوة في خصائص متقاطعة أيوة. ولكن في خصائص غير متقاطعة في خصائص اللي بتخلي الطيارة مثل نفرد مثل نفرد الإنسان وإجرتين وبمشي على اثنين والجاج بمشي على اثنين في تقاطع تمام ولكن إذا إحنا بنأخذ بمشي على اثنين مع له أسنان عريضة مع كائن حي بيطلعش عندي جاجي وفيش إمكانية يطلع عندي جاجي وفيش إمكانية يطلع سوى إنسان بس هاي مش جوهر هاي بصفات هاي تعريف بصفات شو الجوهر الجوهر جسم حساس جوهر يعقل ويتلفظ إذا هذا هو أو لا الجوهر قادر على التدين الجوهر هو الصفة اللي بتعمل إشي إيش هو حسب إذا فقدها بيفقد جوهره الصفة اللي بتفقدها الصفة اللي بتعمل إيش هو تفقد إيدك ظل أنت تفقد عينك ظل أنت. أنت ولكن الثلاث صفات أنا اللي أنا ذكرتهم قبل شوي هني ما بيعملوا الإنسان إيش هو ولكن بتوفرهم أنا بعرف إنه هذا إنسان هذول شغلتين مختلفتين هي جوهرية بس مميزة لا. لا 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 الجوهر هو الصفة اللي بتعمل الإشي إيش هو ما بتكون موجودة إلا فيه لازم تكون موجودة فيه وبين عدامها بكونش إيش هو ما بكونش موجودة إلا فيه لا بتكونش موجودة إلا فيه لا بتكون ممكن موجودة إذا الجوهر بتكون إذا الجوهر مش احنا بنحكيش على الجوهر لا انا بحكي على الصفه الجوهريه صفات شيء ثاني الجوهر خلاص انا بحكي على الجوهر هذا هو الجوهر اذا الاشي مش موجود في اشي معين بكلش انسان نفرض واذا الاشي بيكون في اكثر من كائن حي بكون الجوهر لهذا لواحد منهم تمام هذا الجوهر ولكن الصفات هي مش بتعمل اذا احنا اخذنا ثلاث صفات انا حكيت عليهم هي ما بتعمل ما بتعمل الاشي انسان ولكن باجتماعها بتشير للانسان بتميزه عن اشياء اخرى بتشير للانسان بتقول اذا اجتمعت هدول الثلاث صفات في محل فهو انسان او بنحكي عن الجوهر طوالي هدول طريقتين بتصنيف مختلفتين طريقة التصنيف بالصفات طريقة وطريقة التصنيف بالجوهر طريقة ثانية في كمان واحدة قلت لنا عنها هذيك الصورة صورة أوكي. أوكي. والصورة احنا نستعملها في الوقت بدون ما تكونوا عارفين كيف تستعملوها احنا الصورة على سبيل المثال اذا انتم بتروحوا تحكوا مع بني ادم واذا كنتوا تايهين وبتسالوه وين المحل الفلاني الفلاني انتم ما بتفحصوا بالاول اذا هذا بني ادم ولا لا طوال من الصورة انتم بتروحوا من الصورة تبعتوا بتسالوه اذا تخيل اذا صار في طفرة عند كائن حي أخذ الشكل إنسان بس ضلوا إيش هو يعني ضلوا نفرض نمر تخيل وليش صار بتعود تكلم بني آدم كم تفحص هو حكى بني آدم ولا لا تعودش تفحص طبعا إيش إمكانية لأنه يمكن يطلع نمر تكلم مش عليه روح بلعب ما إذا شانس طلع منيح يطلع إنسان إنه الأنواع لها أشكال ثابتة ومختلفة حتى لو من نصنع ونحن نتعرف على الأنواع من خلال الأشكال تبعتها عن نمر بنكربش بدون ما نفحص لأنه الشكل تبعه بكلنا إنه هذا نمر فيش حاجة نشوفه قاعد بوكل إشي مشان نعرف هذا نمر أو إنه هذا بوكل أو مفترس لا نفس الشيء إنسان بهذا المعنى إحنا نتعرف على الصور نتعرف على الأشياء الموجودات من خلال الصور تبعتها نرجع للجملة تبعتنا مش رح نحكي على كل الجمل اليوم نحكي على هاي الجملة اليوم اللي هي الجملة الكلية الموجبة بدنا نعملها تحليل بدنا نعمل للجملة تحليل وبدنا نحكي عن العلاقة المتضمنة داخل الجملة أول شيء لازم تعرفوا إنه الجمل الكلية هي جمل اللي العلاقة المتضمنة داخلها اللي هو هي جملة اللي تتضمن علاقة الهو معنى الهو ضرورة يعني لا يمكن لموضوع القضية الإنسان سوى أن يحمل صفة حيوان هذا معنى علاقة ضرورية يعني إذا كان إنسان فيش إمكانية يكون شيء تاني مجبور يكون حيوان وإذا بندور عليه وين ندور عليه
فئة الحيوانات. إذا بدور عليه بمحل ثاني مش إمكانية تلاقيه. تمام؟ إذا بتروح تشتري خضرة ما بتروح على محل كنادر. أنت بتعرف إن هناك الصفة خضار مش موجودة، بالتالي بتروحش. مسبك عم بتروحش. بتروح على محل فيه صفات خضار. مشان هيك إذا بدنا نروح على بني آدمين إحنا مش إحنا بنعرف إنه لابد للبني آدم وأن يكون هنا. هذا أول شيء لازم نعرف. طيب. من هون احنا في عندنا معلومه تامه عمليا معلومه كامله عن موضوع القضيه في هاي الحاله. لو بنحكي احنا على القضيه الكليه الموجبه احنا عندنا معلومه كامله عنه. شو معلومه كامله عنه؟ مش انه بنعرف عنه كل شيء ممكن، احنا بنعرف عنه كل شيء بسياق الجمله. شو الجمله بتقول؟ جسم حساس الغذاء. بتلاقي عندنا معلومه كامله عن كل فئة إنسان إنه هو جسم حساس للغذاء. طيب شو بنعرف عن فئة حيوان؟ إنه بحس جسم حساس للغذاء. شو بنعرف عن فئة حيوان؟ الإنسان بنعرف. هل نقدر نقول إشي عن فئة حيوان؟ إله تصنيفات تانية زي ما صرفنا إنسان. من وين هاي المعلومة جبتها؟ تجربة. وإذا حكينا بدنا معلومة من داخل الجملة؟ أنا كل إنسان حيوان. جملة بجملة هاي شو بتقول لي عن الحيوان؟ نطقت على صفاته بحس وباكل لا يتدين حساس للغذاء. إيش تاني؟ إيش أخصصه؟ إيش تاني؟ لا يعقل ويتلفظ. لا يعقل ويتلفظ. بتقول عن حيوان لا يعقل ويتلفظ؟ ما ليس عن حيوان يعقل ويتلفظ. لا عن حيوان تاني. أنت بدك غير إنسان. مين حكى لك ما في حيوانات تانية؟ إذا إنه حساس ويتغذى لنوقف احنا الجمله ولا يعقل ولا يتلفظ شوي شوي. No. شوي 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 التمرين هو انه احنا نطلع معلومات فقط من داخل الجمله فقط من داخل الجمله. كل ما هو خارج الجمله ما خصناش فيه. طيب بعض الحيوانات انسان او يوجد حيوان هو انسان. يوجد حيوان هو انسان ممكن كان حيوان ولا كان حيوان اعتمادا على ايش؟ على الجمله انه كل انسان حيوان. اذا يوجد حيوان هو ايش التعريف تبع بعض؟ تعريف الحيوان؟ لا تعريف البعض. يعني في بعض انه يوجد اذا بلقى واحد اذا الجمله صحيحه. اذا يوجد عنصر واحد على كل واحد. على كل واحد ممتاز. من هون من شو بنقدر نعمل استنتاج؟ يوجد حيوانات انسان. يوجد حيوان اللي هو انسان. بنقدر نحكي شيء ثاني عن الحيوان؟ قادر على الحركه. قادر على الحركة. منين جبتها؟ قادر على الحركة. الحيوان؟ آه. إنه بالضرورة قادر. منين جبتها؟ مش بس إحنا الجملة حكينا. أوكي. بدنا معلومة من داخل الجملة. بعض الحيوان غير إنسان. بعض الحيوان غير إنسان. ما نعرفش برضه. على رأيه لا. نعرفش نقولها. نعرفش الصح ولا لا؟ نعرفش. نعرفش. إيه الجملة؟ إيش الجملة؟ كل إنسان وحيوان. كل إنسان وحيوان. يوجد حيوان. مش صوت واحد يمكن كله. انت بس هون اثبتت انه في حيوان بس. انا ما اثبتش ولا شيء. انا يعني انه اذا انت تحكي انه في انسان يعني بالضروره في حيوان. بالضبط. اذا في انسان معناته في حيوان. بس في حيوان ما بعرفش اذا في يمكن يكون في انسان. يمكن يكون في انسان ممكن يكون في حيوان ثاني غير الانسان وهو اللي موجود مش الانسان. شيك. بالتالي احنا ما بنقدر نقول انه فئه الحيوان اكبر من فئه الانسان. ولا بنقدر نقول فئة يعني لأنه ما بنقدر نحكي على صحتها قصدي. غش نعرف. ولا بنقدر نعرف إذا فئة الحيوان تساوي فئة الإنسان. طب بنقدر نعرف إذا فئة الإنسان أكبر من فئة الحيوان؟ نقدر. غلط مش أكبر. غلط ونقدر طبعا. نقدر يعني. إيش بنقدر؟ إذا بحالة إنه عرفنا لا مش راح نقدر دوري. بس بحالة إنه عرفنا مش متساوية هي أكيد أكبر. لا إذا أنا بقول إنه فئة الإنسان أكبر. جميع صفات الحيوان بطل فئات الحيوان فئات الانسان اكبر بطل حيوان صارت اكبر. جميع صفات الحيوان موجوده في الانسان وفي صفات الانسان. هل بقدر اقول الجمله كل انسان فئات الانسان اكبر؟ غلط. لا مش غلط. ليش تحكي؟ لا غلط. لا بقدرش اقول. لا بتقدرش. انا بقدر مش شيء بقدر يحكي. ممكن برضه يكونوا كل الحيوانات انسان. هي بتقول طيب بس بضلها مش اكبر. مش بس نقدر نقول غلط. هي غلط.
هي غلط. بناء على الجملة مش غلط. بناء على الجملة مش غلط. بدك الجملة. بدك شو الواقع؟ على الجملة؟ طبعا غلط. لا طبعا لا. بدك نرجع للواقع يعني انت ولا لا 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 على الجملة. اكبر بس. كل انسان حيوان. اوكي. الجملة اللي بتقول طبعا غلط. طب تاني احنا بنقدر نحكم على هاي الجملة اعتمادا على العلاقات المنظمه اللي هذا اللي انا كنت بدي اصله انه احنا بناخذ العلاقه واعتمادا على العلاقه هاي احنا بنقدر نعمل تحليل للجملة بنقدر نعمل تحليل لايش بنعرفه ايش بنعرفش بنقدر نحدد اللي بنعرفه ونحدد اللي بنعرفش. بالتالي احنا بنعرفش على سبيل المثال وهي معلومه اذا في شيء تاني غير انسان بحمل صفه حيوان ولا لا. بالتالي احنا بنقدرش نعرف إذا فئة الحيوان هي أكبر ولا بنقدر نعرف إذا فئة الحيوان هي تساوي إنسان. بس إحنا بنعرف إنه لا يمكن لفئة الإنسان أن تكون أكبر من فئة الحيوان. هذا بنعرف. تمام؟ تعال نأخذ معناته إذا هذا تمام تعال نروح على كمان جملة. تعال نأخذ القضية الكلية السالبة. قضية الكلية السالبة إذا كانت القضية الكلية الموجبة بتكون في عملية تأكيد اتصاف شيء بصفات معينة. القضية الكلية السالبة بتكون في عملية تأكيد عدم اتصاف شيء بصفات معينة. العكس تماما. تمام؟ فبالتالي لو تقول مثلا كل ألف ليس باء. احنا بنشتغل في العلاقات، بالتالي إذا بنشتغل في العلاقات بطل تفرق من كل نبات في كل إنسان هو حيوان ولا كل ألف هو باء، نفس الشيء بضل لنا. من حيث المبدأ لأنه العلاقة المهمة لنا ومش المعنى تبع الكلمات، اتفقنا أنه المعنى تبع الكلمات ما لناش علاقة فيه. أوكي. كل ألف ليس باء. معنى الجملة كل ألف ليس باء أو هاي الجملة جاي تأكد عدم اتصاف موضوع القضية بهاي الحالة ألف بالصفة باء. وبهذا هي عمليا بتأكد عدم اتصاف عنصر أي عنصر بحمل صفة باء بالصفة ألف. شو هذا بيعني كلياته؟ عينه لا يوجد ولو عنصر واحد يحمل الصفتين ألف باء مع بعض. هيك معناته. فش أنا فش إمكانية لا لك ألف بحمل صفة باء ولا باء بحمل الصفة ألف. ممكن صفات مشتركة بينهم بس ككل لا. مش استفدنا من عنصر واحد مشترك. احنا احنا, احنا احنا ما بنعرف عن الصفات الثانية تبعته. احنا بنعرف عن ألف حيث كونه ألف وبنعرف عن باء حيث كونه باء. كل صفات مجملة يعني كل ما لا 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 كمان مرة. كل يعني جميع. انا ما بعرف عن ألف سوى من حيث كونه ألف سوى ما يجعله ألف. بعرفش عن الصفات الثانية تبعته. وباء بالضبط. باء ما بعرف عنه أي شيء سوى من حيث كونه باء يعني من حيث الصفة اللي بتعمله باء. وهالجو اللي بتقول إنه فيش إمكانية يكون في عندي عنصر واحد اللي بيحمل الجوهرين هذول مع بعض الصفتين هذول مع بعض اللي بيعمل ألف ألف اللي بيعمل باء باء فيش. برضه ما هون ما بنقدر نعرف انه اكبر وانه اصغر او يساوي مجموعات. فيش ارتباط بينهم لانه عنصر مش مجموعه صفر. خلينا نصيغها بكلمات فسروها بكلمات. فسروها بكلمات. اوكي ما انا موافق بس فسروها بكلمات. لانه احنا بالجمله الاولى احنا بحاجه نبلش نقدر نصيغ الفهم تبعنا فهم صياغه سليمه واضحه مقنعة. لأنه بنهاية المطاف في الشغل تبع المنطق هو اثنين، هو مش بس إنه ننتج معلومات صحيحة، إنه نأكد إنه إحنا انتجنا معلومات صحيحة. أو ولما بننتج معلومة صحيحة أنا أقنع الطرف الآخر بصواب الإنتاج تبعي. فإذا أنا ما شرحتش صح وسليم وواضح هل واستعملت المنطق بس أنا مش قادر، هل بقدر أنا أقنع الطرف الآخر بصواب الفكرة تبعتي؟ لا. انتو قلتوا انه انا بقدرش احدد مين اكبر الف ولا باء، مين اصغر، هل يساوي، ليش؟ لانه ايش؟ لانه مش معتمدين على بعض. مين اللي كانت معتمدين على بعض؟ قبل انت حكيت على استر. انا ما قلتش مش انا قلت مش معتمدين على بعض؟ لا بس لا سمح الله. مش واضح. يعني بالمثال قبل انت كنت موضح انه كل انسان هو حيوان. ايش انا بقول؟ فمرتبطين ببعض. كل الف وباء مش مرتبطين ببعض. احنا قلنا انه احنا ما بنشتغل في المعاني، انا هناك جبت بس مثال، كل الف هو باء هي نفسها، كل انسان هو حيوان، وبالضبط كل المعلومات اللي بتقدر تستخرجها من كل الف هو باء بتقدر تستخرجها من كل انسان هو حيوان، وفيش معلومه اضافيه بكل انسان هو حيوان اللي مش موجوده. بالتالي لا. اوكي. شو عرفك انه الف وباء مش معتمدين على بعض؟ انت كل اللي بتعرفه لانه فيش معلومه اعطيتني اياها هيك.
بس بس أنا بقدر أعطيك مثال محل ألف ومحل باء اللي فيها ألف وباء مش عندهم يعني على بعض في وجودها. بقدر أعطيك مثال تاني اللي فيها ألف وباء مش عندهم يعني على بعض بوجودها. المثال تعطيني هاي المعلومة بس بألف وباء مش معطيني المعلومة. بالتالي لازم تحكي على عينيا من حيث المبدأ على العلاقة اللي بين ألف وباء في هاي الحالة. بالتالي أنت ما بتعرف إذا بيعتمدوا على بعض ولا لا بكلمات تانية. ما هي أنا بحكي لك بس إذا أنت ما بتعرف العلاقة إذا بيعتمدوا على بعض ولا لا ليش تقول بيعتمدوش على بعض؟ نعرف إذا بيعتمدوا على بعض. أنت بتعرف إذا بيعتمدوا على بعض ولا لا؟ لا لا ما بتقول بيعتمدوش على بعض. قصدي بنعرف إذا بيعتمدوا على بعض. هيك موافق هيك دقيق اكثر اوكي تعالي ابني عليه معناته تعالي ابني عهد احنا بنعرفش ايش بنعرفش اذا بيعتمدوا على بعض وبنعرفش اذا بيعتمدوش على بعض شو كمان بنعرفش تحط تصنيفات يعني بلزم تحط تصنيفات فيش اي معلومه بتحكي عن حجم هذا ولا اي معلومه بتحكي عن حجم هذا كل اللي بتقوله انه الف وباء مش ممكن يكون مع بعض انه يعني فيش عنه ولا اي عنصر واحد بيحمل صفه الف باء مع بعض يعني كل اللي جاي تسويه هو عمليه تمييز ما بين العناصر المش موجوده بالف وباء بس جوهرين طيب من مجرد التمييز ما بين جوهرين عشان اقول هذا مش هذا هل انا بقدر اعمل استنتاج بخصوص العلاقه اللي بيناتهم طبيعتها استنتاج هل انا بقدر اعمل استنتاج بمجرد التمييز ما بين جوهرين هل انا بقدر اعمل استنتاج بخصوص العلاقه اللي بيناتهم اذا احكي ليش العلاقه قصدك يعني انه يا في بينهم علاقه حتى لو فيش بينهم علاقه هي علاقه صح طبعا علاقه المطلقين شو مش علاقه اللي بتطلقين طيب الجوهر تبع المتكي مثلا طيب انه تصمم تروح على هاد تصمم ترجع على تصمم ترجع على اللغة وتصمم تعمل تحليل اعتمادا على معرفتك بالأشياء بس عشان تكون عارف إذا أنت بدك تسوي تحليل اعتمادا على معرفتك بالأشياء أنت مش بحاجة لا إلي ولا أرسطو ولا كل المنطق ما هذا اللي بنشتغل فيه إحنا حاليا منفعش لأنه ساعتها بتكون لي طلع أنا كل مرة بدي تعطيني الأشياء نفسهن وأنا بقدر أحكي لك كل مرة بعطيك أشياء بقدر أحكي لك بس ما بتقدر تحكي عن الإشي من حيث المبدأ بالتالي بمعزل عن الاشياء ما بتقدر تحكي عن العلاقه سالونك عن العلاقه هل من مجرد التمييز ما بين شيئين انا بقدر احكي عن طبيعه العلاقه اللي موجوده بيناتهم شو رايكم هل هو السؤال اذا انت ميزت بين جوهرين الجوهرين مختلفين فانت بتحكي انه هذا مش ممكن يكون هذا وبس ولا شيء ثاني هل بقدر اعمل بالتالي من هنا لما انا باجي بقول هذا مش هذا هذا فيش إمكانية يحمل صفة تبعت هاد وهذا فيش إمكانية يحمل صفة تبعت هاد هل بهاي الحالة أنا قادر على الاستنتاج أو الحديث عن العلاقة اللي ما بينهم أي إن كانت أي علاقة كانت فيش إمكانية لا بقدر أقول أكبر ولا بقدر أقول أصغر ولا بقدر أقول يساوي ولا بقدر أقول بيعتمد ولا بيعتمدش ولا أي شيء بقدر أقول بقول هذا بقول هذا فوق هذاك بقول هذا كيف بدك تقول هذا فوق هذا؟ من علاقة الفوق وين؟ يعني أبوف يعني وين؟ حط الشغلة على شغلي اه أنت كنت ملت لا 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 سامع أكيد سامع اللي أنا السؤال تبعي هو هيك هل من مجرد التمييز ما بين فئتين وأقول إنه فيش أي عنصر من عناصر هاي الفئة بيحمل الصفة تبعت الفئة الثانية وفيش أي عنصر من عناصر الفئة الثانية بتحمل الصفة تبعت الفئة الأولى أعطيك مثال ثاني غير هذه مثلا إنسان وجامعة هاي إشي وهاي إشي وهذول بنسميهم دوز جوينت يعني فيش أي إشي مشترك بينهم جوهر قصدك بالجامعة المبنى يعني إنسان بيشتغل في الجامعة جامعة كمؤسس مؤسس مؤسسة نسمي مؤسسة طيب هاي شيء والإنسان شيء آخر والإنسان شيء آخر صح طيب بالآخر في علاقة العمل إنسان يعمل فيه مؤسسة مش هيك نحن نحكي عن العلاقة من حيث المبدأ ألف وباء مش شيء هاي المرة في علاقة مرة تانية سأعطيك على مثال تاني فيش علاقة فبالتالي إحنا ما بنحكي على
إذا إحنا حقيقة بدنا كل مرة نأخذ أمثلة نحكي عن الولايات اللي بناسهم شايتها بفش حاجة كل المنطق. إحنا بنحكي عن الولايات المنطقية اللي موجودة وعليها إحنا نظن نبني. فأنا اللي أنا بقوله من مجرد وجود اختلاف مجرد تمييز ما بين صفتين أنا ما بقدر أعمل استنتاج بخصوص العلاقة اللي بناتهم. فقط التمييز بحد ذاته ما بين صفتين علاقة واحدة اللي هي علاقة اللي بنسميها subset relation أو يعني علاقة جزئية منه. لا متفق معاك العلاقة الوحيدة اللي بقدرش أسويها إنه أي علاقة أكبر أصغر بقدر أعمل يساوي بقدر أعمل أثقل أخف بقدر أعمل بقدر أقول في تقاطع بصفات معينة عندهم بقدر أقول في عالم تقاطع بصفات معينة عندهم أقول أقدم. أي علاقة أقدم ولا بقدر أقول أقدم كيف بقول أقدم عندك معلومات هاي الشغلة أقدم من هاي الشغلة كيف بدي أقول ألف وباء عندك أنا بقول ألف باء أنا بقول هذا مختلف عن هذا كيف بقول ألف أقدم من باء بس بدك من الجملة أنت بحاجة مشان تقول أقدم بحاجة تشوف الأشياء قدامك وتعرف عن تاريخها وكل لك قبل 20 سنة صار الإنترنت بس أنا مش قاعد بحكي عن 20 سنة صار الإنترنت مش قاعد بحكي على إذا أنا بقدر أعرف العلاقة اللي بين الإنترنت وبين البني آدمين مش هذا السؤال تبعي والبني آدمين والإنترنت أشياء مختلفين السؤال تبعي هل أنا بقدر أعرف عن العلاقة بين شيئين عن طبيعة العلاقة بين شيئين ومجرد التمييز ما بينهم فقط لعكس ولا أقل جملة يعني هذا هو السؤال ليش الواحد اللي بنعرفه إنه هذا مش هذا هذا مش هذا وهذا مش هذا هل يحل صفات هذا هل يحل صفات هذا ممكن جمع من هون إيش غلط على الاستنتاج هذا هو السؤال يعني إذا عرفت إنه مثلًا هذا دفتر وهذا يعني هذا دفتر وهذا قلم هلا الدفتر مش ممكن يكون قلم إذا بحكي لك عن إشي إنه بس هذا إيش الواحد اللي بتعرفه هذا إذا طلع هذا مش قلم بتقدرش تقول هذا دفتر يعني تقدرش تجيب له معلومة جديدة تانية بس إنه هذا بس إنه الدفتر مش قلم والقلم مش دفتر أنا فاهم هاي النقطة اللي هي أنا قلتها العلاقة الجزئية يعني بمعنى علاقة المجموعة الجزئية اللي هي بمعنى إنه في عنا في المنطق إحنا في عنا اللي هي البريديكت اللي هي العلاقة تعريف علاقة صفات كلمة علاقة في جمل المنطقية وفي شيء آخر اللي بنسميه الإزأة أو السب تايب أوف أو الكلاس أوف أو السب سيت أوف طيب علاقة الجزء بعض ها مش الجزء جزء بارت اوف شيء ثاني السبسيت اوف المجموعه علاقة المجموعه الجزئيه انه مجموعه الانسان مجموعه الاطفال الإنسان. او مجموعه الاناث هي من مجموعه البني ادمين هاي العلاقه انا بعترف اللي بتحكي عنها بس انواع الثانيه من العلاقات اللي الانواع الثانيه من العلاقات ما في علاقات اخرى انا هذا اللي بقوله احنا انتوا بتحكي عن علاقات جنس من علاقه ال اشياء اللي هم شغله السب تايب اوف او الاز مش كانت بحكي عن الجمله هو بيحكي انا ما حكيت عن الاشياء في علاقات ثانيه جزء من هذا اللي بس انت عطيت معنى عشان تحكي انه هو فيش معنى هو بنحكي عن الاشي ك يعني بنحكي عن المبدا بحد ذاته عن صوره الجمله مش على الاشي يجي وقت افسر الكلام لحظه احكي هو بيحكي لك هو بيحكي انه هو ما بيحكي عن شكل الجمله بيحكي عن الاشياء اذا ما كانش بينهم بيحكي عن عينيا الاشياء اه بس احنا مش خلينا نحكي عن عينيا الاشياء بنقول بحيث المبدا من مجرد التمييز فلت اسال الاشياء شو هن ممكن يكونوا لانه كل مره ممكن يكونوا اشياء مختلفين وبالتالي نحكي عن علاقة تانية بيناتهم بس احنا مش عم نحكي عن موضوعين متعينين محددين بالصفات لإلنا وهي قدامنا نحكي عن العلاقة اللي بيناتهم انا بقول التمييز ما بين شغلتين التمييز فقط اللي انا اقول انه في عناصر اللي ما بتحمل العناصر هاي من حيث كونها الف ما بتحمل صفه باء والعناصر باء من حيث كونها باء ما بتحمل صفه الف هل من هون انا بقدر اعمل استنتاج بخصوص العلاقه اللي ما بينها هذا هو السؤال مجرد التمييز هذا هو السؤال وبعدين اذا نيجي نحكي عن الشجر وعن البني ادمين وعن هاي خرافيه ثانيه ومش هذا المنطق فبالتالي احنا ما بنقدر نعمل استنتاج حقيقي ما بنقدر نعمل اي استنتاج لا حقيقي ولا غير حقيقي بخصوص العلاقه اللي ما بين الف وباء من مجرد معرفتنا لكون الف لا يحمل صفه باء ومجرد معرفتنا لكون باء لا يحمل صفه الف خلصنا الجمله الثانيه نروح للجمله الثالثه كنا في عندنا اربع جمل فبالتالي احنا صرنا عارفين انه في عندنا جملتين كليتين واحده موجبه واحده سالبه لانه كل الف هو وكل ألف ليس جملتين كليتين واحدة موجبة واحدة سالبة جملتين جزئيتين
برضو واحدة موجبة وواحدة سالبة. جزئيتين يعني بعض من جهة التعريف تبع اللي أعطتنا إياه طلاب على الأقل واحد. وللتأكيد هام جدا التعريف تبع بعض على الأقل واحد ومش على كل اثنين. إذا بكون على كل اثنين الحياة تبعتنا بصير صعبة بكتير محلات، كمان في المنطقة بصير صعبة، وفي الرياضيات بصير صعبة طبعا. الجملة الجزئية، نبدأ في الجملة الجزئية الموجبة، تقول بعض ألف هو باء. على سبيل المثال بعض الذكور فئران أو بعض الكلاب ذكور، مش مهم إيش بدكم. هاي الجملة بتقول معنا هنالك على الأقل عنصر واحد يحمل الصفة ألف باء مع بعض، أو إذا بتكون نفس الشيء هنالك على الأقل عنصر واحد يحمل الصفة باء ألف مع بعض نفس الشيء. يعني فيش فرق بما أقول في إشي وهذا الإشي كمان جلد وكمان جزدان نفرد، أو في إشي وهذا الإشي كمان جزدان كمان جلد، بغض النظر نفس الشيء. وبالتالي الجملة الجزئية الموجبة تماما كيف الجملة الكلية السالبة convertible، هي تمثل عكسها اللي بتم فيها تمثل عكسها. لا يعني ألف تمثل عكسها ألف. يعني بعض ألف هو باء تمثل بعض باء هو ألف. بعض الذكور فئران تمثل بعض الفئران ذكور نفسها. تماثل بمعنى إنها تحمل نفس قيمة الحقيقة تبعت عكسها. أيوة خلاص. وكل ألف ليس باء ما فيش فيها. كل بلا طبعاً هي كونفيرتابل. كمان كل ألف ليس باء كونفيرتابل. كمان هي تماثل عكسها. كل ألف ليس باء تماثل كل باء ليس ألف. كل ما نعرفه عن ألف نعرفه عن باء في القضية الكلية الموجبة السالبة، وكل ما نعرفه عن باء نعرفه عن ألف. إحنا نعرف عن كل ألف إنه محل الصفة باء، نعرف عن كل باء إنه محل الصفة ألف. الجملة الكلية السالبة. السالبة. مثلاً قلنا كل الذكور ليست فئران. لا غلط هاي الجملة. هاي الجملة غلط. ليه جملة؟ الذكور. لأنه في عندنا ذكر فار. طيب ماشي. معناته غلط. طيب طول بالك. إلا إذا أنت حابب إنه يكونش في عنا ذكور غير بنيات مين؟ ما هو طول بالك. تحزب للبنيات. الجملة الجملة جزئية موجبة، وإذا تحققت معناته بتنفي الجملة ال. بدي أقول لك إياه. هو بتسرب. نعم نعم طبعًا 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 طبعًا، ولكن هذا ضمن. نعم 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 وهذا. نفس الصفات. نعم هذا ضمن الاستنتاجات المباشرة كم شو حكيت عليها. إنك أنت بتيجي إنك أنت بتيجي بتحكم على صواب جملة اعتمادًا على معرفتك بصواب وخطأ جملة. تمام أوكي بالضبط. طيب خلينا نروح لا لا أقول بعرف شو بحكي. أوكي منيح. تعالوا الجملة الجزئية الموجبة هي جملة اللي هي جاي تقولنا أنه هنالك على الأقل عنصر واحد شيء واحد بيحمل الصفتين ألف باء مع بعض، وبالتالي هنالك على كل شيء واحد بيحمل الصفتين باء ألف مع بعض. إذا الإشي اللي في القضية الجزئية الموجبة إنه إحنا ما بنعرف البعض الآخر من ألف ولا بنعرف البعض الآخر من باء. إحنا ما بنعرف إذا البعض الآخر من ألف بيحمل كمان هو صفة باء ولا لا، ولا بنعرف إذا البعض الآخر من باء كمان هو بيحمل صفة ألف ولا لا. من هنا المعلومات اللي عندنا إياها على ألف وعلى باء هي معلومات جزئية. تمام؟ طيب هات نشوف. وهنا بنوقع في اليوم. إيش؟ كده صارت ساعة. 4:30. من هون نوقع في اليوم. تفكروا في الموضوع؟ إيش؟ أنا موافق تفكروا في الموضوع. بس عيد السؤال عشان تمشي. عيد السؤال. شو هي المعلومات؟ شو الأشياء اللي نقدر نحكيها على القضية الجزئية الموجبة؟ بعض ألف وباء. شو بدنا نقول؟ إيش بتحكي لنا هاي الجملة؟ منها إحنا إيش بنتعلم عن ألف وعن باء؟ بس إنه في عناصر واحد. يوجد في على الأقل عنصر واحد من ألف نفسه بيشبه باء. في ألف باء. مش موجود في باء. في على الأقل واحد. موجود في باء. وفي عنا واحد عنصر واحد على الأقل باء. موجود في ألف. لأنه بيحمل صفة ألف. إيش تاني نقدر نقوله؟ بلا من ذلك. شو؟ بلا من ذلك. من ذلك. إنه الباقيات بجوز يكون في باء. بجوز لا. هذا بضش. هذا لما نقول بجوز بجوز لا معناته ما كلناش.
كلنا احنا متفقين انا بقول لك في برا حمار برا في يمكن برا في حمار يمكن برا في حمار ما قلتش انا عايش في برا ولا قلت ما قلتش انعدام الفئه الف و او انعدام الفئه باء تعني بالضروره انعدام الف باء على الاقل صحيح صحيح 100% انعدام واحد من الفئتين الف انعدام الفئه كلها الف واو يعني اما تنتين او واحده منهم انعدام الفئه باء هو انعدام ايش العنصر هذا العنصر هذا الف باء مع بعض هذا العنصر اللي بيعمل صفه الف باء مع بعض انعدام مش عندنا احنا عنصر قلنا بيعمل صفه الف باء مع بعض هل من الممكن يكون في عندنا هذا العنصر اذا انعدمت الفئه الف كلها واو انعدمت فئه باء كلها لا فيش امكانيه ممكن مثلا اذا انعدمت الف يضل موجود بس يضل حامل ببطل هو لا انعدمت الف كلها وانعدم معها هو مشترك بين اي واحد راح راح معهم او هنا راح راح معهم طب اذا عندنا الفئه الف وعندنا الفئه باء في عندنا الف باء عندنا الفئه الف وعندنا الفئه باء عندنا العنصر هذا الف باء طبعا واحد على الاقل عندك فئة ألف وعندي فئة باء آه أكيد يعني ممكن يكون عنصر مشترك بينهم بس ألا يعني آه بس ألا هذا إذا لنا إضللنا على العلاقة اللي قبلها إذا على قبلها كيف يعني على قبلها بعض من باء وألف ما إحنا عليها قاعدين نحكي ما في عنصر إذا عندنا الفئة ألف وعندنا باء وعندنا الفئة باء ما عندنا الفئة ألف نعم في عنصر ألف باء تعرفوا انا دائما بجيب بحكي بالطلاب تبعوني بحلات ثاني عن البغل اذا في عندنا حصان وعندنا حمار معناته في عندنا بغل مش لازم في لا مش شرط اذا عندنا حصان وعندنا حمار كل واحد قاعد بيصطبل معناته في عندنا بغل لا مش شرط اذا انت حكيت واحد على الاقل معناته في عندنا واحد على الاقل بغل لا اسمع هو شو بحكي جبنا الحمير حطوها بالمحل جبنا الحصون يحطوها بمحل شو امكانيه انه يكون عندنا بغل فش امكانيه طالما انه انت حكي انه في واحد على الاقل بحمل صفه الحصان وبحمل انا قاعد بقول شيء ثاني انا قاعد بقول شيء غير عن الاول لا انا قاعد بقول كلنا انه اذا في اذا اذا انعدمت الفئه واحد من كلها الف واو انعدمت فئه باء انعدم عمليا العنصر المشترك العنصر الف باء مظبوط طيب بعدين سالت سؤال ثاني الف لحاله اذا في عندي الف وعندي باء هل هذا بيعني انه انا لازم يكون عندي بالضروره عنصر الف باء يمكن ها يمكن بالضبط لا مثل البغاء والحمير والحصون مفهومين سجدان هذا هون حبايبي بنوقف المره الجايه بنحكي عن قضيه الجزئيه السالبه ومباشره بنبلش في نفوت على عمليه تحليل الاشكال شو بدنا نحضر عنه بدكم تقراوا اللي قلت لكم اياه الماده اللي قلت لكم اياها مش ممكن قارئينها مش هنقدر نفوت على عملية تحليل الأشكال. ممكن. دبك وحد حبايبي يا فكرة عافية. أستاذ.